السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم. معاكم داشن حسن دهشان، وجمعنا في يوم جديد من ايام البري وورك، وهنبدا مع بعض شابتر جديد. النهارده معادنا مع اليوم رقم 6 من ايام البري وورك ال 45 اللي بنشرحه من ضمن فقرات فارما تيوب بري وورك. النهارده بدايه مع شابتر جديد، والشرح يا جماعه من فارما جايد بري وورك الاصدار الثاني. يمكن الناس اللي معاها الاصدار الاول بدايه من الشابتر تحت تقدر تتابع معانا بشكل كويس. هنتكلم النهارده في شابتر جديد، وهو شابتر جي اي تي اللي هو الجاسترونتستاينال تراكت. الجاسترونتستاينال تراكت اختصاره جي اي تي، وده اختصار مهم جدا جدا. هندرس فيه موضوعات مهمه جدا، يمكن في الموضوعات دي هنبدا نحط فيها الادويه بتاعه الجي اي تي. في يومنا النهارده المفروض ان احنا هندرس موضوعين من مواضيع الجي اي تي. هندرس في الادويه اللي بتشتغل في البيبتيك ألسر ديزيز، والادويه اللي معروف عنها ان هي باسم بروموتيلتي او بروكاينيتيك، بنقول عليها البروموتيلتي او بروكاينيتيك ايجنتس او البروكاينيتيك دراجز. خلينا نتكلم عن أول موضوع مع بعض. تعالوا بينا ندخل في أول موضوع معانا، وهو حديثنا عن الأدوية اللي هي بتستخدم في البيبتيك ألسر ديزيز. البيبتيك ألسر ديزيز هو اختصار BUD، وده اختصار مهم جدا يا جماعة. BUD ممكن تلاقيه في ويب سايت كده مكتوب BUD، وفي ناس بتقول بيبتيك ألسر على طول، يعني من غير ديزيز بيقولوا بيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر أو بيبتيك ألسر ديزيز كلنا عارفين المعنى بتاعه، هو عبارة عن قرحة. فين بقى القرحة دي؟ ممكن تبقى في المعدة أو في الاثنى عشر أو في أسفل مكان المريء. يبقى 3 اماكن ممكن يحصل فيهم الالسر دي. يبقى بيبتيك ألسر يا جماعه الديزيز. البيبتيك ألسر دي ممكن تحصل فين؟ ممكن تحصل في الاستومك، في المعده بنقول عليها الجاستريك ألسر. يبقى لو حصلت في الاستومك بنقول عليها الجاستريك ألسر. لو حصلت في الفيرست بارت اوف سمول انتستين اللي هو اول جزء من الامعاء الدقيقه اللي بنقول عليه الديودينم، وهو معناه الاثنى عشر. الديودينم هو الاثنى عشر، فبنقول عليها نسبه للاسم فبنقول ديودينال ألسر اللي هي ايه؟ قرحه الاثنى عشر. يبقى انا عندي دلوقتي قرحه المعده بنقول عليها الجاستريك ألسر لو حصلت في المعده في الاستومك. لو حصلت في الجزء الاول من الانتست السمول انتست بنقول عليه اللي هو في الاثنى عشر بنقول عليه ديودينال ألسر، يعني قرحه الاثنى عشر. لذلك نقول قرحه المعده والاثنى عشر. تمام يا جماعه. ولكن لو حصلت ممكن تحصل في مكان ثالث، وهو اسفل الإيزوفاجس اللي هو المريء. طبعا كلنا عارفين المريء يا جماعه اللي هو اول نقطه الاتصال بتاعته في المعده. عند النقطه دي اسفل جزء في المريء، المفروض في عندي صمام اسمه LES. يمكن في الصوره هنا مع بعض عشان نتخيل. هنا يا جماعه المريء جاي اهو، دي اسفل نقطه في المريء. في عندي صمام اسمه LES اللي هو لوير إيزوفاجيال سفنكتر. لوير إيزوفاجيال سفنكتر اللي هو LES. اللوير إيزوفاجيال سفنكتر ده هو الصمام اللي المفروض يقفل على المحتوى بتاع المعده. يفتح فين الصمام ده؟ يفتح لما الاكل يجي من فوق، فيفتح وينزل الاكل، بعد كده يقفل. المفروض ده الطبيعي بتاعه يبقى مقفول، ولكن لو حصل ان هو اتفتح او مفتوح سنه فهيحصل فيه ارتجاع للحامض المعدي. لما يحصل فيه ارتجاع للحامض المعدي ممكن يسبب قرحه هنا، ودي بنقول عليها النوع الثالث اللي ممكن يحصل فيه قرحه لو في اسفل المريء. امتى يبقى مفتوح؟ لو المريض ده لو الشخص ده عنده مرض يسمى الجارد اللي هو Gastroesophageal reflux disease. الجارد ده اختصار مهم جدا جدا جدا، يمكن كلنا هنقول جارد بعد كده، ولكن الاختصار ده الايه؟ Gastroesophageal reflux disease، وهو الارتجاع بتاع المريء. كمان كلنا بنقول عليه بالعربي ارتجاع المريء. يبقى الصمام ده اللي هو اسمه ايه؟ LES. lower esophageal sphincter. LES ده عنده بايظ، الصمام ده عنده بايظ، فبيحصل فيه ارتجاع الحمض ده، الارتجاع المزمن او الكرونيك Gastroesophageal reflux disease. الكرونيك جارد ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل قرحه في اللوير إيزوفاجس. يبقى انا عندي يا جماعه في الاستومك قرحه المعده، في الديودينم اللي هو الديودينم ألسر، ممكن في اللوير إيزوفاجس. دي ثلاث اماكن اللي ممكن يحصل فيها البيبتيك ألسر اللي هو بنقول عليه البيبتيك ألسر ديزيز. خلاص يا جماعه. طيب اشهر الاعراض او العرض الرئيسي في البيبتيك ألسر ديزيز هو الايبي جاستريك بين. طيب يعني ايه ايبي جاستريك بين؟ هنيجي نقسمها شويه. جاستريك بين يعني الم في المعده، ايبي يعني في الجزء العلوي من المعده. خلاص، ايبي يعني الجزء العلوي من المعده، يعني بالظبط تحت فم المعده كده، اسفل القفص الصدري تحت كده في المنطقه اللي فوق دي. خلاص، دي بنقول على المنطقه دي اسمها ايبي جاستريك. لما يبقى فيها بين بنقول على ايبي جاستريك بين. يبقى الالم هيبقى في المكان ده. لو الالم امتى نفرق؟ يمكن في تفرقه بسيطه جدا جدا. يقول لك امتى نفرق بين قرحه المعده وقرحه الاثنى عشر؟ قال لك قرحه المعده الواحد بيحس بالوجع ده اللي هو الايبي جاستريك بين على طول بعد الاكل يحس بالوجع ده ليه؟ الاكل يوصل في المكان ده فيحصل فيه الاختلاط، فيحصل فيه وجع. اما لو الالم حصل بعد الاكل من ساعه ل3 ساعات، يبقى الاكل نزل تحت وصل للاثنى عشر، يبقى لك دي قرحه الاثنى عشر. يبقى الفرق ما بين الاثنين هيبقى فرق بسيط جدا جدا. طبعا المنظار لازم يحدد القرحه مكانها وشكلها وكل حاجه. لما اقول لك كفرق بسيط جدا جدا، ان الالم لو حصل بعد الاكل على طول دي قرحه معده، لو حصل بعد الاكل من ساعه ل3 ساعات دي قرحه الاثنى عشر. طب في حاجه كده يا جماعه يمكن احنا ما خدناش بالنا منها، وهي الهايبر اسيديتي. يبقى انا بكلمك عن امراض المعده اهي. على فكره يا جماعه الشابتر ده جميل جدا، جميل فعلا، يعني شابتر الجي اي تي من الشباتر الحلوه جدا. انا بكلمك على امراض معده، قلت لك قرحه معده، قرحه 12، ده في مرض اسمه جار، ده في سفنكتر هنا اللي هو الصمام اللي هو ال اي اس. ده عمال اكلمك في معلومات عشان ايه؟ تبقى دماغك مفتحه معايا، ولسه هشرح لك الادويه، فخد بالك انا برمي معلومات اهو فجمعها معايا. حاجه كمان اسمها هايبر اسيديتي. هلا ايه هايبر اسيديتي دي؟ هايبر اسيديتي ممكن تبقاش مرض، يعني مالهاش علاقه بمرض. يبقى الشخص ده لا عنده قرحه معده ولا اثنى عشر ولا عنده جرد ولا عنده اي حاجه خالص، عنده هايبر اسيديتي في فتره كده معينه، بقى عنده هايبر اسيديتي، زياده في حمضيه المعده وحامض المعده، زياده في الحامض المعده. ده يعمل لي اعراض؟ يعمل لي اعراض. ايه هي بقى الاعراض بتاعه الهايبر اسيديتي؟ اول حاجه الهارت بيرن. ايه اللي يدخل القلب في الموضوع ده؟ هارت بيرن يعني حرقان في القلب. طبعا الكلام ده مش معناه، مش بالمعنى ده خالص، هو الاحساس ان انت حاسس بوجع في قلبك كده او فوق في المنطقه بتاعت القلب كده، حاسس بيها بحرقان. وفعلا يا جماعه ده اشهر تشخيص ممكن يحصل خاطئ ما بين حاجتين، ما بين المشاكل بتاعت الشريان التاجي سواء كانت ذبحه او مايوكاردال انفاركشن اللي هو تكوين جلطه في الشريان التاجي، او ما بين حرقان فعلا في فم المعده اللي هو الهايبر اسيديتي دي. ففي ميس دايجنوز ممكن يحصل هنا، ان واحد ممكن ان هو مثلا يكون ما مارسش رياضه خالص بقى له فتره سنتين ثلاثه، وهو شاب يعني مش حد كبير يعني، وفجاه ننزل يلعب ماتش كوره اللي هو ساعه ساعتين وهرى نفسه جري وكل حاجه، فممكن يحصل له حاجه زي كده اللي هو حاسس بحرقان في المعده او فم المعده، فممكن يروح ياخد حاجه، فالدكتور اللي في الصيدليه او الشخص اللي في الصيدليه يديله حاجه للحموضه، والموضوع يبقى ملوش علاقه بالحموضه. ممكن الشخص ده بيعاني من بدايه الهارت اتاك او المايوكارد انفاركشن، جلطه اتكونت او حاجه زي كده، وفي شباب كتير بيضيعوا في الحاجه زي كده. او في ناس ممكن شخص يروح يلعب جيم وفجاه ويهرى نفسه منه، هو مش متعود على كده، او شخص كبير في السن شويه ما بياخدش اسبرين او حاجه، بنلاقي في حالات وفيات فجاه بالشكل ده نتيجه تمارين رياضيه مرهقه او تمارين رياضيه. وده بيبقى التشخيص بيبقى خطأ، يقول لك ده شويه حرقان في المعده، خد دواء الحموضه، ممكن يروح ويحصل له موضوع التطور معاه. ففي ميس دايجنوزس ما بين حاجتين، اللي هو الحرقان بتاع فم المعده، ممكن واحد يجي له التهاب في المريء اللي هو اسفل المريء من تحت، ويدي له نغزات في القلب نفس الاعراض بتاعه مشاكل القلب بالظبط، ويروح يعمل رسم قلب ويروح يعمل، وفي الاخر يجي ياخد بروتين بامب اللي يبدو زي الادويه بتاعه اللي هي بتمنع الحمض المعدي اللي احنا لسه هنتكلم عليها زي الأومبرازول وكده، ويلاقي نفسه ارتاح جدا جدا، ويروح للدكتور قلب يقول له رسم القلب مظبوط وكل حاجه. ففي لخبطه كتير ما بتحصل ما بين مشاكل المريء او حرقان المعده وما بين الاعراض بتاعه القلب، لان الاثنين بيسمعوا بنفس الاعراض. خلاص يا جماعه نخلي بالنا من الحته دي، لذلك سموها الهارت بيرن، لان هو فعلا بيحس ان القلب بتاعه من منطقه القلب بيحترق. تمام يا جماعه، ده بالنسبه لاعراض الهايبر اسيديتي. اول عرض، ثاني حاجه الجهاز اللي هو بيبقى فيه انتفاخات وغازات عنده بشكل كبير، اندايجيشن، بيبقى الاكل ما بيتهضمش، سوء هضم بشكل كبير، وده من اشهر اعراض الهايبر اسيديتي. اخر عرض معانا في الهايبر اسيديتي هي الريجورجيتيشن، ودي معناها ان الواحد بيحس بطعم الحمضيه او طعم حاجه كده طالعه من المريء كده في بقه، من في حلقه من جوه كده، اللي هو ارتجاع شويه اكل كده او شويه حمض كده محتوى معدي يطلع فوق كده شويه. دي يا جماعه من ضمن الاعراض بتاعه الهايبر اسيديتي. طيب خلينا نتكلم عن ايه اللي بيعمل قرحه معده او قرحه 12، سواء اللي هي البيبتيك ألسر. ايه المسببات بتاعه قرحه المعده 12؟ اشهر مسببين يا جماعه هم حاجتين، بكتيريا اللي هي الهليكوباكتر بايلوري، عدوى الهليكوباكتر بايلوري، ودي بنقول عليها البكتيريا الحلزونيه لان من شكلها معروف كده الميكروب الحلزوني او البكتيريا الحلزونيه، ودي جرام نيجاتيف باسيلاي. خلاص يا جماعه تمام، او الجرام بتتصنف كجرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي الهليكوباكتر بايلوري، ودي يمكن شفناها واتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. وثاني سبب وهو استخدام ادويه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي الادويه بتاعه البروفين والدايكلوفناك والمحتوى بتاع النون ستيرويدال كله، يمكن كلكم عارفين انا اقصد ايه بالادويه دي، النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يبقى انا بتكلم عن اشهر مسببين لقرحه المعده او قرحه ال12 اللي هو بيبتيك ألسر ديزيز، العدوى بالهليكوباكتر بايلوري والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. لما يبقى القرحه سببها هليكوباكتر بايلوري بنقول عليها هليكوباكتر او اتش بايلوري اسوشيتد ألسر، بنقول عليها ايه؟ اتش بايلوري اسوشيتد ألسر. لما يبقى القرحه سببها ادويه النون ستيرويدال بنقول عليها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او بنختصرها ان سيدز يا جماعه، ان سيدز تمام. الان سيدز انديوزد ألسر بنقول عليها ان سيدز انديوزد ألسر، يعني قرحه سببها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، يبقى اتش بايلوري اسوسييتد ألسر او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انديوزد ألسر. خلاص يا جماعه، تعالوا بينا ندخل في اللايف ستايل موديفيكيشنز. انا بتكلم عن علاج في مشاكل المعده، اهم حاجه بالنسبه لي هي اللايف ستايل موديفيكيشنز، ان انا اغير من نمط الحياه بتاع المريض ده، ودي من الحاجات الناجحه جدا جدا في مشاكل المعده، ويمكن في مشاكل القولون بشكل كبير. الناس اللي عندهم irritable bowel syndrome اللي هو اضطراب القولون، الناس دي لو ابتدينا نظبط معاهم الاكل فعلا الموضوع هيتحسن معاهم. الناس اللي عندهم مشاكل في المعده لو قدرنا نظبط معاهم الاكل فالموضوع هيتحسن معاهم. ليه؟ لان الاكل ليه عامل كبير جدا جدا في الموضوع ده. طيب اللايف ستايل موديفيكيشنز دي انت هتستخدمها لانهي مرض بالظبط؟ للناس اللي هم الجار تمام، اللي هو الجاسترويزوفاجيال ريفلكس ديزيز، الناس اللي هم البي يو دي البيبتيك ألسر ديزيز، الناس اللي هم عندهم هايبر اسيديتي. يبقى انا المحتوى اللي انا بتكلم فيه ده في اللايف ستايل موديفيكيشن المتعلق بالثلاث مشاكل دول. خلاص يا جماعه، طيب اول حاجه ان انا اعمل له تظبيط للاكل، الديتري موديفيكيشنز دي اهم حاجه. خلاص الديتري موديفيكيشنز اول حاجه يا جماعه هتجنب الاكل والاشربه اللي بتقلل من البريشر بتاع ال اي اس. انا عندي الصمام بتاع ال اي اس ده اللي هو اللوير اسوفاجيال سفنكتر، اللي هو الصمام اللي تحت ده، في اكلات بتقلل من الضغط بتاعه، بتخليه مرخي شويه بدل ما هو مقفول كويس. في اكلات لما تمر عليه بتبدا ان هي تعمل له ارتخاء، تعمل له ريلاكسيشن. زي ايه؟ زي الكافيين يا جماعه. الكافيين كماده موجوده فين؟ موجوده في الكوفي اللي هي القهوه، موجوده في الكوكاكولا، موجوده في المشروبات الغازيه دي. فالكافيين بيعمل ايه؟ لما يجي يعدي على المكان ده في المريء يبدا يرخي ال اي اس، فلما يرخيها يبدا الشخص يحصل له ترجيعات، او يعني يمكن اشهر مثال التقريعه اللي الواحد بيشوفها دي، ده ارتخاء مفاجئ كده في ال اي اس. خلاص يا جماعه، طيب الكحولات نفس الكلام، الشوكليت نفس الكلام، الجارليك والاونيون والبيبرمنت. الجارليك اللي هو الثوم، والاونيون اللي هو البصل، والبيبرمنت اللي هو النعناع. يا سلام، الناس اللي عندهم مشاكل في ال اس النعناع ده بيكهربهم. خلاص يا جماعه، فدي مشروبات مهم جدا 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 ان انت تحذر الناس اللي عندهم مشاكل بال اس، سواء كانوا عنده جارد او عنده هايبر اسيد، ان انت تحذرهم منها. طيب نعمل افويد لي الفودز او الدرينكس اللي ممكن تعمل اريتيشن للميوكوزا بتاع الإيزوفجس. خلاص يا جماعه، ايه هي الاكلات اللي ممكن تعمل اريتيشن للمريء والميوكوزا بتاعه المريء؟ الاكلات اللي هي السبايسي، الاورنج جوس ده خطير جدا، ده الناس اللي عندهم مشاكل في ال اس، الاورنج جوس او التوميتو جوس. والمقصود هنا بالتوميتو جوس هنا مش عصير الطماطم، طبعا في ناس بتعمل عصير طماطم، بس اللي هو التسبيكه بتاعه الاكل، اللي هو فيه طماطم يا جماعه، الاكل اللي هو المطبوخ، اللي هي الاكلات اللي فيها الطماطم المسبكه، الحاجات دي الطماطم دي بتحرق، بتلسوع المكان ده يا جماعه. من ضمن الحاجات اللي بتزود الحمضيه بشكل كبير وبتعمل الحمضيه دي. يمكن لو واحد بياكل حاجه فيها مسقعه وحاجات دي تلاقي الدنيا عنده بايظه خالص. خلاص يا جماعه، والقهوه من نفس الحاجات اللي بتعمل حاجتين. القهوه بتعمل حاجتين، بتعمل اريتيشن وتعمل ديكريز للبريشر بتاع ال اس. طيب بعد كده هقلل الاكلات الغنيه بالفاتس او الاكلات الدهنيه. ليه؟ لان الاكلات الدهنيه او الغنيه بالدهون يا جماعه دي بتقلل من الجاستريك امبتنج ريت. ايه هو الجاستريك امبتنج ريت؟ انا عندي مريض عنده مشكله او ارتجاع في المريء، فانا محتاج ان الاكل ينزل تحت على طول في الامعاء ويخرج، مش يفضل موجود في المعده. فالاكل معدل انتقال الاكل من المعده الى الامعاء، المعدل ده بقول عليه الجاستريك امبتنج. خلاص يا جماعه، اللي هو التفريغ المعدي. تفريغ المعده بتفرغ محتواها في الامعاء، فتفريغ المعدي ده اللي هو بنقول عليه الجاستريك امبتنج. فالاكل اللي هو الدهني المليء بدهون بيخلي الاكل موجود بوقت اكتر في المعده، فكون ان الاكل يبقى موجود بوقت اكتر في المعده فيحصل مشاكل بتاعه ال اس. لو هو ال اس عنده فيه ارتخاء فيحصل الجرد ده، الاعراض تزيد عليه. خلاص يا جماعه، فنقلل من الاكل الدهني لان الاكل الدهني بيقلل من الجاستريك امبتنج. خلاص، اهم حاجه بقى ان انت ما تجيش تنام وتيجي تاكل قبل النوم على طول، على الاقل 2 ل3 ساعات قبل النوم تاكل. ليه؟ لان انت لما تيجي، لو الناس اللي عندهم يا جماعه ال اس عندهم بيبقى مفتوح على طول، فبالتالي وهو على طول اول ما ياكل الاكل لسه في المعده، فهو استلقى على ظهره او نام، فبالتالي الاكل هيرجع ويحصل له ارتجاع فيفضل هو يتنحنى يحس بالاكل بيجي فيه، ممكن الاكل يجي في الرئه يفضل يكح. خلاص، يبقى الكحه دي ممكن يبقى سببها جارد. خلاص، في ناس عندها كحه ممكن يبقى سببها ارتجاع في المريء. خلاص، يقعد يتنحنح كتير كده اللي هو يبلع ريقه ويتنحنح ويبلع ريقه، ده برضه سببها جارد. خلاص يا جماعه، فبالتالي يحصل فيه الارتجاع ده، فعلى الاقل 2 ل 3 ساعات ما تنامش الا لما تكون واكل، وبعد كده تنام بعد 2 ل 3 ساعات عشان حته الارتجاع دي. خلاص، بعد ما تاكل يعني ممكن انت ما تنامش بس تستلقي على ظهرك، تفتح التلفزيون وتنام على كنبه او كذا، ده من الحاجات برضه انت. فانت بعد الاكل خليك تبقى واقف كده ابرايت كده، جسمك واقف، جسمك العلوي واقف كده ابرايت، فده بعد الاكل على طول. ده بالنسبه للحاجات اللي لها علاقه بالاكل. لو انت عندك وزن زايد حاول تخس، لان الدهون اللي موجوده في المعده وحوالين المعده والكرش ده بمعنى اصح يعني بيضغط بشكل كبير، فبيزود الارتجاع بتاع المريء. الناس اللي بتدخن حاول ان هي تقلل من التدخين او تبطل تدخين. الناس اللي هي تيجي تنام حاول تحط مخدتين على مش مخده واحده، لما تيجي تنام ارفع راسك لفوق، او حاول تنام براسك او جسمك العلوي ده يبقى مرفوع فوق، حط مخده كبيره او مخدتين فوق بعض، ده هيساعدك كتير جدا على ارتجاع المريء ان هو ما يحصلش ويجي لك الارتجاع اللي هو بيحصل فيه ان انت النحناحه دي او تقعد تكح دي، هتقلل منها بشكل كبير. خلاص يا جماعه، ما تلبسش ملابس ضيقه على بطنك عشان دي ممكن تضغط وتخلي ال كده كده مفتوح فيخلي الارتجاع يزيد. خلاص، في بعض الادويه بتقلل من البريشر بتاع ال يا جماعه، وبتقلل من الجاستريك امبتنج ريت. خلاص، او ممكن تعمل اريتيشن زي ايه؟ زي النون سترويدال، زي النيكوتين والنايتريتس والكالسيوم شانل بلوكرز والانتيكولينرجيك تترا سايكلين والسايوفيلين، او الالفا والبيتا بلوكرز، بنزودازيبينز، الاوبيات، دي كلها التتراسايكليك انتي ديبريسنت، دي كلها ادويه. مش في منها اللي بيقلل ال اس بريشر، في منها اللي بيعمل ديلي للجاستريك امبتنج ريت، في منها اللي بيعمل دايركت اريتيشن في ال في ال في ال في, ال في المعده او في الاسوفاجس، في اللور اسوفاجس، فممكن يعمل المشاكل دي. خلاص يا جماعه، اتمنى ان احنا نكون احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عن ادويه، ده كله شويه معلومات عن امراض لايف ستايل موديفيكيشن، فاتمنى ان الموضوع يكون مهم جدا، لان اهم حاجه شويه النصايح اللي انت هتديها للمريض. انت هتيجي المريض يبقى عنده جارد ارتجاع في المريء او عنده قرحه في المعده، او شويه النصايح دي هتقول له قلل من كذا وما تاكلش كذا، الحاجات دي مهمه جدا جدا ليك كصيدلي. خلاص، خلينا نخش في العائلات الدوائيه. اول حاجه من العائلات الدوائيه هي الانتي اسيدز. الانتي اسيدز يا جماعه، اشهر الانتي اسيدز اللي بيتم استخدامها الامونيوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد، الكالسيوم كربونيت، والصوديوم باي كربونيت. الحاجات دي كلها عباره عن ويك بيزس. ليه؟ عشان تتفاعل مع الاسيد الاتش اس ال اللي موجود، فيكون لي ايه؟ ملح وميه. ده تفاعل بسيط جدا جدا، اول ما دخلنا كليه صيدله قالوا لنا عليه، اللي هو الويك بيز لما يتفاعل مع الاسيد يديني ايه؟ ملح وميه. اسيد مع قاعده يديني ملح وميه. خلاص يا جماعه، الملح متعادله والملح والميه متعادلين. خلاص، طيب الحاجه الثانيه هتحصل ان هي هتقلل فعاليه البيبسين. البيبسين ده يا جماعه من ضمن الحاجات اللي موجوده في المعده، وده بيبقى فعاليته موجوده عند بي اتش 4 فما اقل. لو البي اتش عليت عن 4، وده اللي بيحصل نتيجه النيوتراليزيشن اللي هتعمله الانتي اسيد، فالبيبسين الاكتيفيتي بتاعته هتقل. فالميكانيزم اوف اكشن بتاع الانتي اسيدز دي بنقول عليها ايه؟ نيوتراليزنج الجاستريك اسيد. وليه حاطط لي هنا خطين تحت نيوتراليزنج؟ لان دي اهم كلمه في الميكانيزم اوف اكشن. الادويه دي بتعمل ايه بالظبط؟ بتعمل نيوتراليزيشن. يعني ايه نيوتراليزيشن؟ بتخلي الاسيد تعمل له عمليه نيوتراليزيشن، تكوين الميه والملح، دي اسمها نيوتراليزيشن. هو ده الميكانيزم، على فكره دي اهم كلمه في الانتي اسيدز. الانتي اسيدز يا جماعه ادويه بتعمل تفاعل كيميائي بسيط، بتعمل عمليه نيوتراليزيشن، والميكانيزم الثانيه بتقلل البيبسين اكتيفيتي. خلاص، الالومنيوم هيدروكسيد، الالومنيوم اصلا بيعمل كونستيبيشن، والمغنيسيوم هيدروكسيد، المغنيسيوم اصلا بيعمل دايريا. فهنا في يحصل مشكله في المنتجات اللي فيها الالومنيوم هيدروكسيد بس، هتلاقي تعمل كونستيبيشن. المركبات اللي فيها مغنيسيوم هيدروكسيد تلاقيها تعمل دايريا. فجم عملوا ماده علميه مكونه من حاجتين يا جماعه، سموها الماجلدريت، والماجلدريت دي بتحتوي الماده نفسها اسمها هيدروكسي مغنيسيوم الومنيت، فهي عباره عن مغنيسيوم والومنيوم مع بعض، فمش هتعمل دايريا ومش هتعمل كونستيبيشن، لان اللي بيعمل دايريا موجود واللي بيعمل كونستيبيشن موجود، حطيت الاثنين مع بعض يبقى مفيش حاجه هتحصل. الماجلدريت دي هي اللي بيتم استخدامها يا جماعه، عباره عن حاجتين مع بعض، الومنيوم هيدروكسيد مع مغنيسيوم هيدروكسيد. تعالوا بينا نشوف الفورميوليشنز اللي موجوده في الصيدليه عندنا، وايه هي البراندات المشهوره. هنلاقي في براند اسمه المالوكس، والمالوكس ده عباره عن الومنيوم هيدروكسيد اللي هو يعمل كونستيبيشن مع مغنيسيوم هيدروكسيد يعمل دايريا، فبالتالي يديني المركب اللي هو الماده العلميه ماجلدريت. خلاص، طيب المالوكس بلس اللي هو ماجلدريت مع ساميسايكون، والساميسايكون ده انتي فليترانس مضاد للانتفاخات، لو واحد عنده غازات او انتفاخات فممكن نضيف له نوصف له المالوكس بلس. الحاجات دي اوتوسي يا جماعه، الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي اوتوسي، انما اللي كنا بنتكلم فيه في الحاجات اللي فاتت الانتي بايوتكس والانتي فاير والحاجات دي مش اوتوسي، يعني الحاجات اللي فاتت دي ما كانتش اوتوسي، احنا بنتكلم دلوقتي عن ادويه اوتوسي. تمام، OTC يعني يحق للصيدلي ان هو يصرفها بدون مواصفه طبيه. المالوكس بلس واحد بيعاني من انتفاخات مع حموضه، بديله الحاجات دي. طب انا هقول لك ازاي توصف انتي اسيدز وهديك شويه معلومات لسه يعني. خلينا في البراندات دلوقتي. الايبيكو جيل ده فيه ماجلدريت مع دايمسيكون وده اخو سيموسايكون بيبقى انتي فلاتولانس. الميوكو جيل انا عندي الماجلدريت مع الاوكسيسازين، والاوكسيسازين ده لوكال انستيك. لوكال انستيك ليه؟ عشان لو واحد عنده الهارت بيرن دي والحساس الحرقان بتاع فم المعده فينزل عليه يعملوا تخدير موضعي، ده اللي هو الميوكوجيل مش الايبيكوجيل. ميوكوجيل مش الايبيكوجيل، في فرق ما بين الاثنين اهو، واحد فيه انتي بلاتينوس واحد لوكال انستيك. الجافسكون، الجافسكون ده وبيبقى براءه اختراع، هو في الماده اللي هي بتعمل نيوتراليزيشن هي الماجلدريت، ولكن ايه الاضافه اللي عملوها الجافسكون؟ هي براءه الاختراع هو الالجينيك اسيد. الالجينيك اسيد ده بنقول عليه الفيزيكال بارير، اللي هو عباره عن بطانه بتترمي كده وتترسب على فم على الماء على الحامض المعدي من فوق، فتعمل ايه؟ فلما يجي يحصل ريفلكس يعني المعده تعمل الريفلكس بتاعها، ولو المريء فيه فتحه صغيره زي ال اس فيه فتحه، فبالتالي لما يجي يحصل الريفلكس يبقى فيه غطاء. عارف انت يا جماعه لما تيجي انت كده تغطي حاجه معينه كده، فلما تيجي تغطيها ما يحصلش احساس بالفم المعده، ما يحسش بالحامض المعدي. لو انتوا بتشوفوا الاعلانات بتاعه الجافسكون بتلاقوا في واحد كده بتاع عامل مطافي كده بيجي ويرمي طبقه من الطبقه كده، الطبقه دي بتمنع ايه؟ بتمنع عمليه الريفلكس اللي بتحصل دي. فبالتالي يا جماعه الجافسكون فيه براءه اختراع اللي هو الالجينيك اسيد. الالجينيك اسيد ده عباره عن فيزيكال بارير، لما يتاخد بيبدا ان هو يترسب فوق المعده من فوق على سطح السائل المعدي كده من فوق، فيبدا لو في حصل ريفلكس يبقى الريفلكس ده بيتمنع ان الاحساس بتاعه، فبنقول على الماده دي حتى انتي ريفلكسنت. خلاص اللي هي الالجينيك اسيد يا جماعه، يبقى هي بتعمل فيسكس لير كده فوق كده في الجاستريك كونتنت، بتبدا ان هي تحمي المعده من ان يحصل فيه حرقان او فم المعده اللي هو ال اس او منطقه اعلى المعده دي، ان هي تحس بالاحساس بتاع الحامض المعدي. المفروض يا جماعه ان الجافسكون ده ممكن بس نشطب على السطر ده. الجافسكون يا جماعه يتاخد بعد الاكل على طول، هتوصفه بعد الاكل. يعني ليه؟ لان المفروض ان انا بعد ما اكل يبقى انا خلاص عشان البارير اللي يتكون ده ما يبوظش، لان انت لو جيت عملت طبقه البارير دي بتاعه الجافسكون دي المفروض ان انت الاكل ممكن يبوظها، فبالتالي انت بعد الاكل ممكن تاخد الجافسكون. طب تيجي نتكلم على الادفانتجز بتاعه العيله دي، ان هي رابيد اونست اوف اكشن، ودي اهم حاجه في العيله دي يا جماعه، ان هي بتشتغل بسرعه على طول. يعني غير ال H2 ريسبتور بلوكرز زي الرانيتيدين او الاومبرازول محتاجه وقت عشان تشتغل، دي على طول. ليه بتشتغل بسرعه؟ لان هو تفاعل كيميائي، اول ما الدواء بتاخده بيعمل على طول نيوتراليزيشن، فالانسيت في اكشن بتاعه سريع خلاص. فدي من الحاجات المهمه جدا. واحد يقول لك انا عندي حرقان يا دكتور فم مش قادر، يعني هتروح تديله بقى الاومبرازول او الحاجات دي او لا؟ هتديله على طول الحاجه دي ليه؟ لان الحاجه دي هتشتغل معاه بسرعه. بعد كده انت ممكن تمشيه على ادويه الرانيتيدين ياخد الاثنين مع بعض، بس اللي هيحس بيه دلوقتي هو ده، بعد كده الادويه الثانيه تبدا تشتغل. فدي حته مهمه جدا جدا يا جماعه. الديس ادفانتجز بتاعتهم ان هي الشورت ديوريشن اوف اكشن، يعني هي بتشتغل في الفتره دي، بعد كده المعده بتبدا تكون حامض معدي جديد ويحصل فيه ان انت محتاج جرعه ثانيه عشان تعمل نيوتراليزيشن، فمحتاج اكتر من جرعه في اليوم. خلاص يا جماعه. طيب الدراج انتراكشنز، انا بتكلم دلوقتي عن حاجات فيها كاتايونز، فيها كالسيوم، في مغنيسيوم، في الومنيوم، في الحاجات دي يا جماعه بتتفاعل او بتعمل كريشن للتتراسايكلينز او الفلوروكينولونز عشان الكاتايونز اللي موجوده دي. ده بالنسبه لكل المعلومات اللي انا عايزك تعرفها عن الانتي اسيدز، وتعرف فكره الجافسكون والافكار دي تعرفها كويس جدا جدا بالنسبه للانتي اسيدز، وتعرف ان هو رابيد اونست اوف اكشن والديوريشن بتاعه عشان قليل محتاج ان انا اخده اكتر من مره في اليوم. نيجي للصوره اللي قصادنا دي يا جماعه، صورة مهمة جدا وجميلة جدا بتلخص لي حاجات كتير أنا هتكلم عليها دلوقتي. في خلية اسمها الجاستريك بارايتال سيل، أهي اسمها كده جاستريك بارايتال سيل. الجاستريك بارايتال سيل دي كلها الخلية أهي، شايفين الفوسفوليبيد اللي فوق دي؟ أدي كلها خلية، يعني اللون الأحمر ده حتى الخلية اللي هو الغشاء الخلوي أهو محيط بيه أهو، تمام. الخلية دي من فوق عليها إيه؟ عليها بروتينات، البروتينات دي اللي هي الريسبتورز، يعني الريسبتور ما هو إلا بروتين، فبنقول عليها إيه؟ الريسبتورز أصلا عبارة عن بروتين، تمام. البروتين ده بيبقى امبيدد كده في الغشاء الخلية ده الفوسفوليبيد ده. فالحاجات البني دي بحسب درجات البني دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بروتينات أو اللي هو الريسبتورز اللي موجودة دي، خلاص. فبيشتغل عليها مواد موجودة في الدم، خلاص يا جماعة. يبقى أنا دلوقتي بتكلم عن خلية موجودة اللي هي الخلية المبطنة للإيه؟ للمعده اللي هي بنقول عليها الجاستريك بارايتال سيل. الجاستريك بارايتال سيل دي موجوده، بعدين كده في ميوكوزا، الميوكوزا دي اللي بتحمي. ليه يا جماعه المعده بتاعتنا مش بتحس بالحمضيه؟ علشان في ميوكوزا بيبطن لي المعده كده، المريء مش محطوط له الميوكوزا، فلما ال اس يفتح اول ما المعده تيجي على المريء تكهرب على طول، تحس الاحساس ده. لو في قرحه في المعده يبقى الميكوزا دي محصول في ايه، حصل له جرح والميكوزا ده اتفتح، فابتدى الانسجه الطبيعيه بتاعتك حست بالاتش سي. انما انا يا جماعه عندي ايه، في ميكوزا بيغطيني، تحت الميكوزا دي بقى بيبقى في ايه، الخليه دي اللي هي الجاستريك بارايتال سيل. الخليه دي هي اللي بتبدا ان هي تطلع لي او بتكون لي البروتون عشان يرتبط بالسي ال اللي موجود. يبقى الخليه دي مش هتطلع اتش سي ال، لان لو هتطلع اتش سي ال يبقى هي هتحس كمان بالاتش سي ال، فانت هتحس بألم طول عمرك، لان الخليه فيها اتش سي ال من جوه بتطلع اتش، لا دي بتطلع الاتش بس، الاتش يروح يتحد بالسي ال فوق في المعده، فبالتالي انت ما تحسش بالاتش سي ال، يبقى اللي طلع الاتش بس اللي هو البروتون. يبقى دي المضخه بتاعت الايه او المصنع بتاع البروتون يا جماعه، اللي هو الهيدروجين بنقول عليه بروتون، الهيدروجين في الكيمياء بنقول عليه بروتون، تمام. فالاتش ده اللي هو الهيدروجين ده هو اللي بيتصنع، يبقى انا ما فيش اتش سي ال، يبقى انا مش هحس بالحمضيه بتاعت الاتش سي ال. السي ال ده هيتكون فين، في المعده من جوه لما البروتون يطلع له خلاص. طب انا هكلمك دلوقتي ازاي البروتون ده بيتصنع. طيب عندي خليه اسمها الجاستريك بارايتال سيل، عندي البروتينات اللي هي الريسبتورز الموجوده، الريسبتورز دي هي اللي بتتحكم في عمليات التصنيع. انا عندي الاستايلكولين هنا الام 1، اكتب هنا ام 1 ريسبتور، لان الاستايلكولين بيشتغل على الماسكرينيك ريسبتورز ام 1 وام 2 وام 3 لغايه ام 4 وام 5، ويعني ام 4 وام 5 لسه حاجات جديده مش اشتغلوش عليها، وبس خلينا نقول ام 1 وام 2 وام 3. هنا الام 1، الام 1 موجود في السي ان اس وكمان موجود في الجاستريك بارايتال سيل خلاص يا جماعه. طيب هنا الهستامين ريسبتور من النوع ايه، من النوع 2، في عند الاتش 1 والاتش 2. الاتش 1 ده موجود في السكام، موجود في البرونكاي والسموث ماسل بتاعت البرونكاي، واللي هي فبالتالي انا عندي الاتش 2 اللي هو موجود في الجاستريك بارايتال سيل اللي انا قصدي عليه، ده اسمه الاتش 2، تمام. وهنا البروستاجلاندين اي، ده بيبقى البروستاجلاندين ريسبتور، ده من ضمن الريسبتورز بتاعت البروستاجلاندينز ريسبتور خلاص. ده اللي هو الجاسترين ريسبتور، بيشتغل على هرمون اسمه الجاسترين، والجاسترين ده بيتم افرازه في الديودنم والاستومك والبنكرياس، فبالتالي ده هرمون كده موجود فبيشتغل على الريسبتور بتاعه، تمام يا جماعه. يبقى دي الريسبتور. طب الاستايلكولين لما يجي يشتغل، الماسكرينيك ريسبتور ده الام 1 ده، هل هو اكزايتاتور ريسبتور ولا انهبيتور ريسبتور؟ المفروض يا جماعه الريسبتورز دي في منها الاكزايتاتور وفي الانهبيتور، على حسب حاجه اسمها السكند ماسنجر بتاعه او الجي بروتين بتاعه، لو هو من النوع الجي بروتين او السكند ماسنجر هيعمل ايه بالظبط في الخليه. فده هيطلع لي كالسيوم، فبالتالي الكالسيوم لما يزيد في الخليه يبقى اكزايتاتوري، فيديني ايه علامه، ايه علامه هنا، العلامه اللي هي الموجه بالخضره دي يبقى اكزايتاتوري نتيجه الكالسيوم ده. يبقى الاستايلكولين لما يجي ويرتبط بالام 1 ريسبتور، فبالتالي هي ايه، هينشط الخليه دي ان هي تفرز ايه، تفرز وتطلع الايه، البروتون. هقول لك البروتون بيطلع ازاي دلوقتي بس خلينا فوق. طيب الهستامين ده من ضمن الحاجات الجي اس، الجي اس ده اللي هو جي بروتين من نوع اس، يبقى ستيمولاتري برضه، بيشتغل على حاجه اسمها ادينايل سايكليز، الادينايل سايكليز ده بيحاول بيطلع لي سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، وده من ضمن الحاجات اللي لما تزيد معايا هنا بيطلع لي في النهايه كالسيوم، والكالسيوم بيزود الايه، التفاعل بتاع الخليه، فبيبدا الخليه تطلع لي كمان البروتون، فالبروتون يزيد. يبقى الهستامين لما يجي يشتغل هنا فيبدا ان هو يطلع لي. نيجي بقى للجي للبروستاجلاندين اي 2 اللي هو الريسبتور بتاع البروستاجلاندين. البروستاجلاندين هنا النوع هنا جي اي، الجي اي ده اللي هو جي بروتين من النوع اي، فده بيعمل ايه، بيقلل لي الفعاليه بتاعه الادينايل سايكليز، فالادينايل سايكليز ده لما تقل فعاليته السايكليك ادينوزين مونوفوسفيت ده هيبدا ان هو يقل في تركيزه، فهيبدا ان هو يقلل فعاليه الخليه دي كلها، فالبروتون هيقل معايا خلاص. يبقى ده من ضمن الحاجات اللي تقلل مش تزود. هنا الاستايلكولين لما يشتغل هيزود البروتون، التصنيع البروتون هيبدا يتصنع وبيزيد ويطلع لي بروتون، الهستامين هيبدا يطلع لي بروتون، هنا يقلل لان انا عندي هنا جي او. الجاسترين من ضمن الحاجات اللي بتشتغل وتطلع لي كالسيوم، فبالتالي هيبدا ان هو يزود خلاص يا جماعه. طيب ده بالنسبه لايه، اللي بالنسبه للريسبتورز. ايه اللي بيحصل بالظبط، يبدا ان الحاجات دي تبدا ان هي يحصل اكتيفيشن لحاجه اسمها بروتين كاينيز في الخليه، فيبدا ان هو يزود من تصنيع انزيم وفعاليه انزيم. الانزيم ده بيسمى هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم، هيدروجين عشان الهيدروجين اهي، والبوتاسيوم اهي اي تي بيز انزيم. الانزيم ده لما فعاليته بتزيد بيبدا ان هو يفعل لي البامب دي اللي هي البوابه دي اللي هي بنقول عليها البروتون بامب، عشان هي المضخه بتاعه البروتون اللي هي بتاعه الهيدروجين. طيب الانزيم ده يا جماعه لما يزيد هيبدا ان هو يطلع لي الهيدروجين بره، ويبدا ان هي تكون السي ال، والسي ال مع الاتش يديني اتش سي ال اللي هو هطلع دي، ويدخل لي بوتاسيوم. يبقى هو يدخل بوتاسيوم من هنا ويطلع بروتون اللي هو الهيدروجين من هنا، يبقى يدخل بوتاسيوم ويطلع. يبقى الانزيم ده اللي هو ايه، هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم. الانزيم ده هو الحارس بتاع البوابه دي، يبقى الانزيم ده هو الحارس بتاع البوابه، هو اللي يفتح البوابه دي. البوابه دي بتفتح، لازم البوتاسيوم يدخل جوه الخليه والهيدروجين يطلع مكانه. يبقى في زي البوابه كده اللي هي عامله ايه، عشان تدخل حاجه لازم تطلع حاجه مكانها، فبالتالي يا جماعه بنقول على البوابه دي هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز بامب اللي بيشغلها الحارس بتاعها اللي هو هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم. تمام؟ جميل. ابدأ لي بقى صنع لي ادويه. مش انت فهمت الفكره كلها؟ صنع لي ادويه. ايه رايك يا عم؟ علشان لو جبت دواء يقفل لي الماسكارينيك ريسبتور اللي هنا ويقفل الام 1 اللي هنا. جميل جدا. ايه رايك يا عم؟ علشان يبقى انا كده هقلل من فعاليه ايه؟ الخليه، فالخليه ما تطلعليش البروتون. تمام؟ جميل جدا. ايه رايك يا عم؟ علشان لو انا جيت الدواء وقفلت الاتش 2 ريسبتور اللي موجود هنا، الهستامين من النوع 2 اللي موجود هنا. تمام؟ جميل جدا يا عم. علشان يبقى انت دلوقتي قدرت ان انت تقلل من فعاليه الخليه وتقلل من خروج البروتون. ايه رايك ان انا لو زودت او ابتديت اعمل ماده شبيهه بالبروستاجلاندين E2 او شبيهه او ماده ثانيه ممكن يبقى بروستاجلاندين E1 مثلا وتشتغل على الريسبتور ده؟ فانت جميل جدا علشان قدرت انت لو فعلت الريسبتور ده فهتقلل من فعاليه الخليه دي. ايه رايك عم؟ علشان الجاسترين ده عايزين نشوف له صفه، هو لسه ما بقاش له صفه بس عشان نشوف له صفه، يعني لسه ما فيش صفه ليه دوائيه، بس خلينا نتكلم ان انت ممكن تفكر في حاجه زي كده. خلاص لو انت عايز تكتشف ادويه، طبعا كان كل طموحك اول ما دخلت الصيدله ان انت تكتشف ادويه وتخترع ادويه، اديك بتخترع معانا ادويه اهو. خلاص طيب، حد بقى من كوكب تاني خالص قال لك طب احنا ليه بنعمل ده كله؟ ما نيجي على ام البوابه دي ونقفلها. جميل جدا. يبقى انت هتعمل حاجه اسمها ايه؟ بروتون بامب انهبيتور. انت تقفل البوابه دي. هتقفلها ازاي يعني؟ ان انت الحارس ده وتقفش فيه وتمسكه، اللي هو انه حارس اللي هو هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم. يبقى انت تجيب لي دواء كيميائيا يروح للانزيم ده ويرتبط بيه كيميائيا ويبوظ شكله، فانت مسكت في الحارس كلبشت فيه وبوظته، يبقى الحارس ده مش هيقدر يفتح البوابه. جميل جدا. وهكذا يا جماعه الادويه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اول مجموعه دوائيه وهي الاتش 2 ريسبتور انتاجونيستس، اللي هي الادويه اللي بتقفل الاتش 2 ريسبتور اللي هو الهستامين من النوع 2. خلاص يا جماعه الحاجات دي بتبقى ريفيرسبل. يعني ايه ريفيرسبل؟ يعني الهستامين يشتغل شويه، هي تشتغل شويه، يبقى هي مش بتمسك في الريسبتور وتقفله خالص، لا هي تقعد شويه والهستامين يجي يقعد شويه، فهي ايه؟ عمليه ريفيرسبل ما بينهم. خلاص طب ايه هي الادويه دي؟ انا عندي ابو العيله هو السيميتيدين. السيميتيدين ده يا جماعه كدواء يعني مش من الحاجات اللي هي ان احنا نزل. هو طبعا دواء خلاص ما بقاش في دول كتير جدا ما بقاش فيها سايميتيدين، خلاص ما عادش موجود. طبعا مشاكله وهكلمك عن مشاكله دلوقتي، بس كدواء ليه الفضل في ان اخواته يطلعوا. عارف انت اللي هو ايه يعني؟ لو ما كانش جه سايميتيدين ما كانش العيله هتبقى موجوده، صح ولا ايه؟ يعني ليه؟ لان احنا شفنا السايميتيدين عامل ازاي وعملنا زيه. يعني حاجات كده يا جماعه يعني ليها الفضل ان العيله تبقى موجوده. ما هو لو ما كانش فيه بنسلين مش هيبقى فيه مضادات حيويه. ما هو لو ما كانش فيه سايميتيدين مش هيبقى فيه الادويه الثانيه. خلاص هي الفكره ايه؟ ان الدواء ظهر، شفنا الاستراكشر بتاعه، ده الاستراكشر ده هو اللي يقدر يقفل الريسبتور. طب ايه رايك نعدل فيه شويه؟ عشان المشاكل بتاعته تقل فنعدل فيه، يبدا ان العيله تبقى موجوده. عندنا عائلات دوائيه نفس الفكره، فده ليه الفضل ان العيله بتاعته تبقى موجوده. مين بقى صاحب الفضل اللي اكتشف السايميتيدين؟ وهو يا جماعه العالم اللي هو عالم الفارما اللي هو جيمس بلاك. جيمس بلاك او السير جيمس بلاك، طبعا عشان الاحترام نقول للسيد جيمس بلاك سير جيمس بلاك، زي كده الكسندر. هو ما يتخيرش عن الكسندر فليمنج. خد جائزه نوبل، هو كمان خد جائزه نوبل سنه 1988، وجائزه نوبل خدها ليه؟ اللي هو جيمس بلاك. جيمس بلاك سنه 1971 هو اللي اكتشف السايميتيدين، هو اللي اشتغل عليه واكتشفه، يعني هو ده صاحب الاكتشاف بتاع السايميتيدين. طب ايه المشكله يعني ياخد جائزه نوبل ليه؟ مش هو بس السايميتيدين اللي اكتشف ده، اكتشف كمان دواء مهم جدا جدا فتح قصاد الناس عيله كبيره جدا جدا. تخيلوا انه دواء بقى البروبرانولول اللي هو البيتا بلوكر. البروبرانولول والسايميتيدين صاحب الاكتشاف بتاعهم هو جيمس بلاك، وعالم الفارما ده اللي هو جيمس بلاك ده صاحب يعني انتوا متخيلين واحد اخترع سايميتيدين والبروبرانولول، يعني واحد فتح للعلم عيلتين حلوين جدا جدا. بدونهم كان الدنيا ما فيش، يعني بدون البروبرانولول مش كان العيله هتيجي، وبدون السايميتيدين ما كانش الرانيتيدين هيجي. ما الرانيتيدين جاي عشان مطور من السايميتيدين. خلاص العالم ده خد جائزه نوبل سنه 1988 علشان اكتشافه ده، اكتشاف البروبرانولول او اختراع البروبرانولول والسايميتيدين. تمام؟ السايميتيدين اول ما نزل طبعا كان تبع شركه جي اس كي، ونزل وظهر مشاكل بقى. مشاكل السايميتيدين ان هو بيعمل انهبت للداي هيدروتستيرون على الاندروجين ريسبتورز بتاعته. الداي هيدروتستيرون هو الصوره الفعاله من اللي هو التستيرون، لما بيحصل له يعني يحصل له اكتيفيشن يتحول الى او المور اكتيف بتاعه الداي هيدروتستيرون. المفروض ان هو بيرتبط بالاندروجين ريسبتور عشان يديني الشغل بتاع الاندروجينز. تمام؟ فبالتالي هو بيعمل انهبت لعمليه الارتباط بالريسبتورز دي، فيديني مشاكل اللي هي انتي اندروجين افكت. مشاكل انتي اندروجين افكت دي بتاثر على الرجال بشكل كبير، فكان الناس بتعاني من الامبوتنس اللي هو الضعف الجنسي بشكل كبير. تمام؟ واللي هو الجاينيكوماستيا. الجاينيكوماستيا دي يا جماعه اللي هو نتيجه لزياده البرولاكتين. يعني البرولاكتين مش المشكله مش ان هو انتي اندروجين بس، ده كمان بيزود البرولاكتين. يعني الدنيا بتبقى يعني بيحصل مشاكل اكتر. مش معنى ان هو بيقفل الاندروجين ريسبتورز وخلاص، ده هو كمان بيزود لي البرولاكتين، فالدنيا تبوظ اكتر. فيبقى في حاجه اسمها التسدي عند الرجال اللي هو الجاينيكوماستي، خلاص ده بالنسبه للرجال. في السيدات بيعمل جلاكتوريه وامينوريه. الامينوريه اللي هو انقطاع الطمس، والجلاكتوريه اللي هو زياده عن نتيجه زياده البرولاكتين فيحصل فيه الافرازات اللي هي اللبن في عند الست، ودي من ضمن الحاجات اللي بتقلل الاوفيوليشن عندها، يقطع الدوره عندها خلاص يا جماعه. فدي مشاكل السايميتيدين. السايميتيدين لما عمل المشاكل دي قال لك لا يا عم مش هنقدر نستخدمه، ولكن في بعض الدول ما زال السايميتيدين موجود فيها. السايميتيدين كمان هو ليفر مايكروزومال انزيم انهيبيتور، فبالتالي ده من ضمن الحاجات اللي هتاثر وتعمل دراج انتراكشنز مع ادويه اخرى. جه بقى الرانيتيدين ابتدى ان هو يتطور من السايميتيدين، ويبدا ان هو ينزل الرانيتيدين والنايزيتيدين والفاموتيدين بين بقيه العيله دي. طبعا العيله دي ملطوطه في سمعتها، يعني عارف انت لما واحد كده تبقى اخته شغاله رقاصه فتلاقي كده ايه، حتى لو هو استاذ جامعه فتلاقي في سمعه مش كويسه في العيله. يا عم ده انت بالظبط، هو الرانيتيدين والحاجات، يقول لك الحاجات دي ممكن تعمل ضعف. فبالتالي بعض الدكاتره يتخوفوا منها شويه، او ما يخلوش المريض يمشي عليها فتره كبيره. والتخوف ده فعلا يعني عندهم حق، ليه؟ لان انت عندك سايميتيدين كان بيعمل مشاكل، فممكن بعض الناس تعاني من الحاجه دي لو بيستخدموها لفتره طويله، فيفضلوا ادويه البروتين بامب عندها. فدي سمعه ملطوطه شويه في العين. تمام يا جماعه. لو هنيجي نتكلم على الريلاتيف بوتنسي، يعني ايه ريلاتيف بوتنسي؟ يعني هنشوف الكبير العيله فين، او واحد من العيله، ونديله واحد، يعني قوته واحد. خلاص يبقى السايميتيدين قوته واحد، هنرمز له بالقوه واحد. الرانيتيدين هنلاقيه 4 اضعاف قوته او 10، يبقى من 4 ل10. خلاص يبقى الرانيتيدين اقوى من السايميتيدين 4 ل10. النايزيتيدين نفس الفكره، الفاموتيدين هو الاقوى، يبقى اقوى 20 ل 50 مره من السايميتيدين. فهتلاقي الدواء البوتنسي بتاعته اللي هو قوته كبيره، هتلاقي التركيز بتاعه قليل. ليه؟ لان التركيز القليل قادر ان هو يعمل لي التركيز الكبير في الدواء. يعني هتلاقي السايميتيدين هنا 400 مللي جرام كجرعه، هنا هتلاقيها 20 مللي جرام، لان ال 20 مللي جرام قادره ان هي تشتغل بقدره ال 400 مللي جرام اللي هنا، لان الدواء ده البوتنسي بتاعته من 20. خلاص يا جماعه، عشان تبقى انتوا عارفين يعني ايه ريلاتيف بوتنسي، وده ليه علاقه بالتركيز ولا لا. يبقى علاقه التركيز بالبوتنسي علاقه عكسيه. تمام يا جماعه. ده بالنسبه للجرعات. جرعه الرانيتيدين، ودي اكتر حاجه ممكن هتشوفها، ان انت توصف ال 150 مللي جرام مرتين في اليوم، او 300 مللي جرام قبل النوم. خلاص يا جماعه، ده من ضمن الحاجات اللي بتتاخد، والحاجات دي بتتاخد قبل الفطار او قبل العشاء، او بتتاخد قبل العشاء لو هي 300 مللي جرام على بعضها. النازيتيدين نفس الفكره. الفاموتيدين هتلاقي تركيزين 20، وهتلاقي 40. ال 20 مرتين ولا 40 مره واحده. الحاجات دي موجوده في صوره بارنترال، كلها موجوده ما عدا النازيتيدين. ممكن بقى مش موجوده عندنا في مصر بتاع، بس ده عامه كفارما الحاجات دي موجوده ما عدا النايزيتيدين. اليوزز بقى، استخدامات العيله دي هتستخدم في البيبتيك ألسر ديزيز. واحد يقول لي ايه هي البيبتيك ألسر ديزيز؟ البيبتيك ألسر ديزيز دي ان هو ممكن يبقى الجاستريك ألسر اللي هو قرحه المعده، الديودونال ألسر اللي هي قرحه الاثنى عشر، في حاجه كمان اسمها الزولينجر إليسون سندروم. الزولينجر إليسون سندروم ده عباره عن جاسترين سكريتنج تيومر. عارفين الخلايا اللي بتطلع الجاسترين؟ ايه الجاسترين ده؟ لا ما تنساش معايا، الجسترين ده اللي بيشتغل هنا، الخلايا اللي بتطلع جسترين في البنكرياس حصل لها تيومر، ورم. الورم ده ادى الى افراز جسترين بشكل كبير جدا. الجسترين هيبدا يشتغل على الريسبتور بتاعه، فيبدا يزود لي البروتين دي تطلع بشكل كبير، فبنبدا ان المريض ده بنقول عليه ايه؟ زولينجر إليسون سندروم. يبقى زولينجر إليسون سندروم ده عباره عن تيومر في الخلايا اللي بتطلع جسترين في البنكرياس، فتبدا ان هو يحصل فيه قرحات تتكون نتيجه زياده الحمض المعدي. يبقى القرح تكونت نتيجه كده، ده اللي هو زولينجر إليسون سندروم، بيبدا ان هو بيتم استخدامه في زولينجر إليسون سندروم. الجارد يا جماعه اللي هو جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز، ده ال H2 ريسبتور انتاجونست بتشتغل، بس ليس افكتيف زان البروتين بامب انهبيتورز، يعني الافكتيفنس بتاعتها اقل من البروتين بامب انهبيتورز. البروتين بامب انهبيتورز بنقول عليها الجولد ستاندرد في الجارد. يبقى الجارد الجولد ستاندرد بتاعه ان هو ان بيتم استخدامه هي ايه؟ هي البروتين بامب انهبيتورز. خلاص يا جماعه. النان ألسر ديسبيبسيا اللي هو عسر في الهضم، وبيبقى ناتج عن عدم وجود قرحه. خلاص يا جماعه، فدي من ضمن الحاجات اللي بيتم استخدامها كويس قوي، عكس البروتين بامب. البروتين بامب ما نلاقيهاش قوي في الحته دي. يبقى البروتين بامب ما نلاقيهاش قوي في النان ألسر ديسبيبسيا، نلاقي الاتش 2 ريسبتور انتاجونست افضل شويه. اكيوت ستريس ألسرز، التقرحات اللي بيبقى نتيجتها الاكيوت ستريس. ايه بقى الاكيوت ستريس ألسرز دي؟ تقرحات يا جماعه، قرحات بتيجي نتيجه ان الميوكوزا اللي موجود، او الميوكوس ممبرين اللي بيبطن للمعده، حصل له تهتك. التهتك ده نتيجه مرض شديد جدا جدا، واحد عمل حادثه، واحد حصل له حروق جامده جدا، واحد موجود عيان في العنايه المركزه، كل العوامل دي بتخلي فيه يعني السبب مش واضح قوي اللي بيحصل بالظبط، يعني الباثوفيسيولوجي مش بيحصل، بس دي الحاجات اللي بتعمل اكيوت ستريس ألسر، بيبقى فيه تهتك في الميوكس ممبرين المبطن للمعده فيبدا انه يحصل فيه الألسر ده، فبنديله حاجات اللي هي الاي في انفيوجن، ولكن البروتون بامب انهبيتورز مفضله في حالات الاكيوت ستريس ألسر. خلاص يا جماعه، بالنسبه للسايد افكتس بتاعه العيله دي، يا جماعه بنقول عليها اكستريملي سيف. اكستريملي سيف مش بس سيف، ده اكستريملي يعني فعاليتها امنه جدا جدا. بالنسبه للست الحامل هي اف دي اي كاتيجوري بي. السايد افكتس ممكن نلاقيها 3%، يعني حوالي 3% دايريه هيديك فتيج. طيب السايميتيدين اعراضه عرفنا الاعراض بتاعته مشاكله خلاص. ممكن الحاجات دي يا جماعه لو اتاخدت اي في تعمل ايه؟ تعمل براديكارديا وهايبوتنشن. تعالوا بينا نتكلم عن، معلش ممكن تكتب لي هنا بس هنا في المكان الفاضي ده السايميتيدين ليفر مايكروزومال انزيم انهبيتور، عشان بس دراج انتراكشنز لو انت في احد الدول اللي موجود فيها السايميتيدين. خلاص خلينا نتكلم على البروتون بامب انهبيتورز من العائلات اللي انا عايزك تهتم بيها. انا بكلمك عن ما فيش شركه دلوقتي لوكال ما فيهاش بروتون بامب انهبيتورز. ما هي الشركات المحليه في مصر بتعمل ايه؟ بتختار دواء بروتون بامب مع دواء اللي هو الدايكلوفناك، مش اي نون سترويد، لا لازم دايكلوفناك خلاص، مع اي حاجه ثانيه كده اللي هو مع المضاد حيوي ليفوفلوكساسين، مع لينوزوليت خلاص، مع اموكساسيلين، مع كلوفينيك اسيد، ويفتح له شركه يبقى هو كده زي الفل خلاص. دي الشركات المحليه كلها. فانت عندك بروتون بامب مفيش شركه مع براندات بالايه، يعني انت عندك نص الصيدليه بروتون بامب مع نون سترويدر، مع الصيدليه كلها بتتلخص في الحته دي خلاص يا جماعه. فالبروتون بامب انهبيتورز عيله مهمه جدا، عايز اديك فيها معلومات مهمه جدا جدا وتركز فيها، يعني الحلقه كلها تركيزها ده اهم حاجه في الحلقه على فكره. البروتون بامب انهبيتورز اومبرازول، الإيسومبرازول. لا 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 ايه ده بقى؟ قال لك يا عم الأومبرازول ده الاس ايزومر بتاعه هو الإيسومبرازول، يعني الإيسومبرازول ده هو الاس ايزومر الاكتيف فورم بتاع الأومبرازول، يعني الأومبرازول ده راسمك ميكسر اللي هو اس مع ار، الإيسومبرازول ده الاس ايزومر بتاع الاكتيف فورم بتاعه هو ده، يعني ده متناقش شويه عن الأومبرازول، فهتلاقي السعر غالي شويه. ليه؟ لان الشركه مش جابت الخليط ما بين الاس والار، ده جابت الاس جايب يعني في واحد قاعد ينقيه خلاص، يبقى ده هيكلف شويه، يبقى الأومبرازول والإيسومبرازول. حفظنا اول اسمين. اللانسوبرازول، ديكسلانسوبرازول. لا 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 ايه الديكسلانسوبرازول ده؟ هو الديكسلانسوبرازول او الار ايزومر بتاع اللانسوبرازول. لا ده اللانسوبرازول راسمك برضه اس وار، ده الار بتاعه بقى. خلاص يا جماعه، يبقى انا عندي هم مادتين اصلا واتعمل منهم بقوا 4 مواد، ليه؟ اومبرازول، ايسومبرازول، لانسوبرازول، ديكسلانسوبرازول. البانتو برازول ده ما فيش منه حاجه خالص، والرابيبرازول دي ماده ثانيه. يبقى ايه؟ يبقى انت حفظت دول ايه؟ 6 مش 7 ولا 5، دول ايه؟ دول 6. يعني 6؟ يعني مفيش غيرهم، يعني لا في 7 ولا 5. ممكن في المستقبل يبقى 7، عشان في كوريا كده شغالين على حاجه الالابرازول، والالابرازول ده حاجه كده شغالين عليها في كوريا، بس مش ابروفد لسه، مش ابروف، بس ده في المستقبل بعيد، يعني قدامك سنين يعني لسه يعني خلاص. بس احنا خلينا في الموضوع. لا هم 6، لا هم 5 ولا هم 7 خلاص يا جماعه. فلما نيجي نكتب الداتا بتاعتنا نقول ايه؟ all 6 بروتون بامب انهبيتورز. يبقى كلمه 6 دي مش محطوطه في الداتا كده يعني، لا محطوطه عشان تقول لك كلمه واحده، لا هم 5 ولا هم 7، يبقى انت هتحفظ ال6 خلاص. يبقى all 6 بروتون بامب انهبيتورز ار افكتيف اورالي. قال لك كل ال6 من البروتون بامب انهبيتورز دول ايه؟ شغالين اورالي. جميل جدا، يعني كلهم اورالي بيتاخدوا. all 6 الله برضه all 6 كل ال6 برو دراجز، يعني كلهم برو دراجز بيتحولوا لاكتيف فورم، يعني كلهم برو دراجز بيتحولوا. تمام. نيجي بقى نتكلم على الاول اورال. ما هو في حاجات هتلاقيها مش اورال خلاص، فكل الاورال لازم يتعمل لهم فورميليشن بالاسيديك ريزيستنت انتيريك كوتد. خلاص ايه الاسيد ريزيستنت انتيريك كوتد؟ لازم يتعملوا انتيريك كوتد، يعني يبقى البيلتس اللي هي في الكبسولات، لما تفتح الكبسولات تلاقي في بيلتس صغيره او الاقراص، لازم يتعمل لها انتيريك كوت عشان يحميها من الحمض المعدي، لان الحمض المعدي بيعمل ديجراديشن للمواد الفعاله دي خلاص، للادويه دي. فلازم تبقى كل الادويه الاورال بتاعت العيله دي كلها لازم تبقى انتريك كوت ده يا جماعه. خلاص الانتريك كوت ده الغطاء اللي هو الانتريك كوت الكوتر ده بيبدا ان هو يحصل له يدوب في الالكالاي ميديا في الاثنى عشر، يبدا ان هو يمتص في المكان ده، يبدا ان هو يخش في الجاستريك بارايتال سيل بقى، يخش في الدم فيروح للجاستريك بارايتال سيل، يبدا ان هو يشتغل. هقول لك بيشتغل ازاي دلوقتي تمام يا جماعه. طب واحد يقول لي ازاي يا عم ده في اكياس عندي بتدوب بتتحط في ميه كده والاطفال يشربوها. خلاص. الاكياس دي ازاي؟ انت عمال تقول لي كوت ومش كوت، ازاي؟ هقول لك الاكياس دي فيها جرانيولز من جوه، الجرانيولز دي بيبقى جاسترو ريزيستنت جرانيولز، برضو جرانيولز مغطاه بمواد بتحمي من الحمضيه الاتش سي عشان ما تتكسرش، يبقى بنقول عليها ايه؟ جاسترو ريزيستنت جرانيولز، موجوده في صوره باودر فور اورال سسبنشن، او موجوده ممكن تبقى في تابلت فورميليشن بيحصل لها ديسنتجريشن كده في الماوس، تتحط تحت السن يحصل لها ديسنتجريشن، او تتحط في الميه وتتشرب. ودي حاجات ممكن تشوفها بره مصر، يعني تشوف الاشكال اللي انا بكلمك عليها اللي هو اقراص بالدوب دي والحاجات دي تشوفها بره مصر، بس هي موجوده، موجوده في صوره جرانيولز. الجرانيولز دي عباره عن جرانيولز بتقاوم الحمضيه، لو اتبلعت تقاوم الحمضيه. خلاص؟ طيب وانت بقى قاعد في الصيدليه جيت كده شفت براند وموجود في مصر في شركات كتير موفراه، اومبرازول مع صوديوم بايكربونات، الاثنين في كبسوله واحده كده، تيجي انت تورش في دماغك كده تقول الله، ده اللي فكر في الدواء ده عبقري، قال لك ده حط صوديوم بايكربونات اللي هو انتي اسيد مع اومبرازول، قال لك ليه بقى؟ فانت بقى بتتخيل السبب، يقول لك عشان صوديوم بايكربونات ده هيبدا ان هو يشتغل كانتي اسيد، فيخلصني من الحمضيه اللي موجوده دلوقتي، والاومبرازول يفضل يشتغل. هسقف لك بقى واقول لك غلطان. ليه؟ هو الصوديوم بايكربونات كأنتي اسيد وهيعمل نيوتراليزيشن للحمض، بس هو محطوط مش عشان يشتغل كأنتي اسيد ويريحني، لا ده هو محطوط عشان يحمي الاومبرازول من التكسير اللي ممكن يحصل له. اي نعم الاومبرازول متغطي وانتري كودر وكده، بس حمايه الاومبرازول بتكون اعلى. يبقى الصوديوم بايكربونات محطوط ليه؟ عشان يحمي الاومبرازول من ان هو يتكسر في وسط الحمض. ليه؟ لان الاومبرازول الصوديوم بايكربونات هيبدا نعمل نيوتراليزيشن للحمضيه اللي موجوده دي، فيبدا الاومبرازول عبات ما يمتص، يبقى في حصل نيوتراليزيشن، فقللنا من التكسير اللي ممكن يحصل للاومبرازول، مع ان الاومبرازول اصلا انتري كوتد، بس ده السبب يا جماعه اللي محطوط فيه الصوديوم بايكربونات مع الاومبرازول في كبسولات واحده. جميل جدا. العيله دي يا عم داشن هاخدها مع الاكل ولا قبل الاكل ولا ايه بالظبط؟ العيله دي لازم هتتاخد قبل الاكل من نصف ساعه ل 60 دقيقه، من نصف ساعه لساعه قبل الاكل يا جماعه، لان الاكل بيقلل من حوالي 50% من البايوفيت بتاعتها. واحد يقول لي طب انا في رمضان وهاخد الحاجه قبل الفطار، وانا بقى هفطر بقى وهاخد الكبسوله او القرص، وابدا ان انا استنى بقى نص ساعه، ما انا جعان بقى صايم وكده وعايز افطر. خلاص يا جماعه، ممكن نختار مواد مش بتتاثر، يعني الرابيبرازول ممكن يحتاج مثلا ربع ساعه ولا حاجه، الرابيبرازول من اسرع الحاجات اللي هي مش بتحتاج النصف ساعه دي، فممكن اختار له حاجه زي كده اللي هو البالت يا جماعه، او اي حاجه لوكال من الرابيبرازول. دي معلومه في غايه الاهميه. يبقى الرابيبرازول من الحاجات اللي حته الطعام فيها دي مش بتاثر قوي، تمام. اومبرازول لا يا جماعه، وفي ابحاث كتير جدا في الحته دي، بس خلينا للقاعده نصف ساعه دي ما نتخلاش عن نصف ساعه دي. الرابيبرازول ممكن ربع ساعه. طيب بيحصل الحمض، بيبدا حمض المعده ده بيحصل له انهبت بعد قد ايه؟ بعد 3 ل 4 ايام، يعني بعد ما تستمر على العلاج من 3 ل 4 ايام يحصل حاجه اسمها فول اسيد انهبيشن، يعني الاسيد بيحصل له فول، بيبدا ان هو يقل بنسبه كبيره جدا جدا، ويبدا يرجع تاني. لو انت وقفت الادويه دي بعد 3 ل 4 ايام يبدا يحصل فول اسيد سكريشن. يبقى فول اسيد انهبيشن بيحصل امتى وفول اسيد سكريشن بيحصل امتى؟ الميكانيزم في اكشن الادويه دي بتعمل ايه بقى؟ الادويه دي بعد هي انت قلت لي برو دراج، تبدا ان هي تحصل لها الاكتيفيشن، يحصل تبقى اكتيف دراج، تروح بقى ترتبط بالانزيم اللي هو هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيز انزيم. فاكرين الانزيم اللي هو كان الحارس بتاع البوابه؟ اهو الانزيم ده يا جماعه بيحصل ارتباط بكوفالنت بوند، وتبقى ستيبل كوفالنت بوند. عارفين الرابطه التساهميه كلها رابطه يصعب كسرها، فاكرين شغل الاحياء بتاع ثالثه ثانوي؟ هي رابطه يصعب، فبالتالي انت عندك رابطه كيميائيه اتكونت مع الانزيم ده. يبقى الانزيم ده عباره عن مركب كيميائي والدواء مركب كيميائي، الاثنين يتلاقوا مع بعض فيحصل ارتباط ما بينهم هما الاثنين، يبقى ده الدواء باظ، ما هو الدواء خلاص ارتبط بالانزيم والانزيم باظ، الاثنين قفشوا في بعض. القفشه دي لا رجعه لها، ايرفيرسبل، قفشت خلاص، كوفالنت بوند مش هتتكسر. قال يبقى الجسم هيفقد الانزيمز بتاعته عم داشن خلاص، ايوه ما هيفقد الانزيم خلاص، بس الجسم بعد على الاقل 18 ساعه يبدا يصنع انزيمز جديده. معنى كده ان انا محتاج تاني يوم اخد الجرعه بتاعت الدواء اكيد، ما هو انزيمز جديده اتكونت، فانت لازم هتاخد الدواء مره ثانيه. جميل يا جماعه، لغايه هنا الدنيا واضحه ولذيذه. طيب خلينا نتكلم عن الريلاتيف بوتنسيال. هنعتبر ان الاومبرازول واحد، الايسومبرازول 1.6 اقوى منه ب1.6 مره، 1.6 يعني، اللانسوبرازول 9/10، الديكسلانسوبرازول مفيش داتا متاحه، تمام يا جماعه، البانتو برازول 23%، الرابيبرازول 1.81%، ده اعلى حاجه يعني، هتلاقي التركيزات بتاعته 10 ل 20. خلاص ده بالنسبه للريلاتيف بوتنسي. الجرعات هتلاقي الاومبرازول 20 ل 40 ده وانس دايلي، ممكن تاخد 20 مرتين، بس هي الدواء ده بيبقى كافي مره واحده في يعني تاخد مره واحده في اليوم، لان انت بتتكلم عن 18 ساعه الانزيم ده يبدا موجود. تمام. الايسومبرازول في منه ال 20 وال 40، اللانسوبرازول 15 و30، الديكسلانسوبرازول 30 و60، البانتو 20 و40، الرابي 10 و20. في حاجات موجوده بصوره اي بي، الحاجات دي اللي موجوده بصوره اي. تعالوا نتكلم على الاستخدامات. خلاص. الجرد هو الجولد ستاندرد، يعني الاساس في العلاج. الجولد ستاندرد بتاعنا في علاج الجرد هي البروتين بامب انهبيتورز. علاج بعد حوالي 4 ل 8 اسابيع تبدا الاعراض بتاعه الجرد تختفي. اعراض الجرد عديده يا جماعه، الواحد بيحس بالاكل في بقه، النحنحه اللي انا بكلمك عليها، الكحه، الحرقان اللي بيحصل، ممكن لو حصل التهاب في المريء يجي له اعراض ان القلب بتاعه فيه نغزه في القلب كده ومشاكل في دي كلها اعراض التهاب المريء او اعراض الجرد ومشاكل الجرد. فهو الجولد ستاندرد بتاع في العلاج هو البروتين بامب انهبيتورز. خلاص. معلش احنا هنا بس السطر ده هنعمل سهم، لان المفروض يتكتب هنا، يتكتب على اللي تحت. خلاص. يعني اللي هي البيبتيك ألسر ديزيز، بعد كده ان شاء الله هنعدلها في الطبعات اللي جايه، دي هتطلع فوق ودي تنزل تحت. يبقى البيبتيك ألسر ديزيز بيبقى ده البروتين بامب انهبيتورز مور رابيد سيمبتومز ريليف وفاستر ألسر هيلينج عن الاتش 2 ريسبتور. يعني هو احسن في ان هو يشيل الاعراض، واحسن ان الهيلينج بتاع الألسر يحصل لها هيلينج. تمام. اما النون ألسر ديسبيبسيا، ودي اللي هي عسر الهضم بدون وجود قرحه، ده الافضل ليها، ان انا بفضل الاتش 2 ريسبتور انتاجونست اللي هي الرانيتيدين والحاجات دي. الاكيوت ستريس ألسرز المفضل برضو ان انا استخدم البروتين بامب انهبيتورز. تعالوا بينا نشوف الشارت اللي معانا ده. في عندي الوان احمر وازرق واخضر. طيب الاخضر اللي هو اللي تحت خالص ده، والازرق ده، تمام، والاحمر ده. الاحمر ده اللي هو ايه؟ قال لي ده اللي هو المقياس ده كله على مدار 24 ساعه، يعني المقياس ده كده على مدار ايه ال 24 ساعه. تمام. يعني ده على مدار ال 24 ساعه. هنا انت صحيت من النوم، خدت الفطار بتاعك، وبعدين رحت شارب شويه قهوه في الوقت ده، وبعدين على الساعه دي، يعني مثلا على الساعه قبل واحده كده او واحده، رحت ايه واخد للغدا بتاعك. هنا شربت شاي، وهنا اتعشيت، تمام، وبعدين هنا خدت شويه سناكس كده قبل ما تنام، وبعدين رحت نايم، وهنا ورحت صاحي. فده يوم كامل اللي هي من هنا لهنا، ده يوم كامل. خلاص يا جماعه. تمام. طيب اللون الاحمر ده بدون استخدامك ادويه، ده الطبيعي بتاعك، وده يعني ده الاسيد سكريشن، يعني ده الاسيد المفروض الاسيد بعد ما شربت القهوه راح الحمض زايد شويه، على الاكل زاد، وبعدين اختفى نزل، وبعدين بعد الشاي زاد شويه، قبل العشاء زاد، وطول الليل الحمض زياده عندك، طول الليل الحمض زياده عندك. فده معناها يا جماعه اللي هو الحمض بتاعه، يعني ده المقياس بتاع الحمضيه على مدار الوقت ده في اليوم ده. لما جيت قعدت شهر تاخد رانيتيدين 150 مللي جرام مرتين في اليوم، اداني اللون الازرق ده. بعد شهر من استخدامك للرانيتيدين 150 مللي جرام مرتين في اليوم، اداني اللون الازرق. فالاحمر ده بقى ازرق، امسح بقى الاحمر ده بقى ازرق، وصل لكده الازرق. يعني شايفين الحمض قل من هنا لهنا ازاي؟ قل 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 خلاص، وعمال يقل، قل شويه هنا، يعني قل شويه بس ان هو يقل بشكل كبير اثناء النوم. يعني هنا المفروض انت نايم، وانت نايم كان الاحمر عندك زياده خالص، اللي هو مش بتاخد ادويه وانت نايم. هنا وانت نايم اللون الازرق يعني يكاد يكون احنا اقرب للصفر. فنلاقي ان الرانيتيدين بيشتغل اكتر على الحمضيه بتاعت الناس اللي بيزيد عندهم الحمض بالليل وهم نايمين. ليه شغل، انما الحمض اللي بيزيد مع الاكل هلاقيه مش شغال قوي على الحته دي. خلاص يا جماعه. يلي اتش 2 ريسبتور انتاجونست الماركت افكت بتاعه في النكتيرونال اسيد سكريشن. النكتيرونال اسيد سكريشن اللي هو افراز الحمضي اثناء النوم، افراز الحمض اثناء النوم. اما المودست افكت، الافكت بتاعه بيبقى مودست يعني بشكل متوسط في الميل ستيميوليتد سكريشن، يعني بعد الاكل بيحصل فيه ستيميوليشن، هو بيبقى تاثيره بسيط شويه. نيجي بقى للون الاخضر اللي هو بعد شهر استخدمت انت اومبرازول 20 مللي جرام مره واحده في اليوم، هنلاقي ان ايه الدنيا عندك صفر تحت خالص خالص خالص. فهنلاقي ان الاومبرازول شغال مع الاكل، الحمضيه بتاعه الاكل وحمضيه اللي اثناء النوم، فهنلاقي ان المستوى بتاعها صفر خالص، فهو بيعمل فول اسيد انهبيشن. تمام يا جماعه. ده بالنسبه للتفرقه ما بين الاتش 2 ريسبتور انتاجونست والبروتين بامب انهبيتورز. لسه لغايه دلوقتي ما خلصناش البروتين بامب انهبيتورز. خلينا نتكلم على السايد افكتس بتاعتها. هي اكستريملي سيف. طب ليه يا احمد هشام ما كتبتش سيف بس؟ هي اكستريملي سيف، هي اكستريملي سيف. مش هتبقى في حد بياخد بأومبرازول بيحس باعراض، مفيش. يعني هتلاقي الاعراض اللي ممكن انت تحس بيها لو عملنا دراسه كبيره جدا هنلاقي ان 1% 5% شويه صداع وداريه والدنيا بس اكستريملي سيف. طب بالنسبه للستات الحوامل والله كان في داتا قديمه والداتا بتتجدد، كان الحاجات دي كلها متصنفه كلها كاتيجوري بي ما عدا الاومبرازول كاتيجوري سي. ده على دراجز دوت كوم شال الكاتيجوري خالص، وبقى يكتبوا وبقى في داتا كتيره، يعني في داتا بتتعمل على موضوع الحوامل ده، وبقوا بينا نقول يعني افضل كلام علمي ان احنا نقوله في النقطه دي ان احنا نقول enough data، يعني داتا كافيه suggest بتقترح ان البروتون بامب سيف اثناء الحمل خلاص. ولكن انا ببدا استخدم انتي اسيدز الاول واتش 2 ريسبتور انتاجونست الاول، يعني هي سوبيريور عن الاستخدام عن البروتون بامب انهبيتورز خلاص يا جماعه. ومع ذلك ان خلي بالك كلهم كاتيجوري بي، كان يعني الداتا دي كانت موجوده قبل كده، كلهم كانوا كاتيجوري بي ما عدا الاومبرازول كان كاتيجوري سي. يفضلوا الاومبرازول ليه؟ قال لك الاومبرازول اتهرس ابحاث، احنا عارفين اه سي ومتاكدين ان هو سي، انما الحاجات الثانيه ممكن تبقى بي بس ممكن ابحاث جديده ما تثبتش ان هي بي، يعني الاومبرازول احنا اوريدي واثقين واتهرى ابحاث معاه خلاص يا جماعه. ولكن في النهايه عايز اقول لك هي فعلا في داتا كويسه جدا جدا تقول ان الادويه دي امنه مع الحمل، بس انا في الاول بستخدم انتي اسيدز، لو لقيت الانتي اسيد مش جايبه نتيجه استخدم اتش 2 ريسبتور انتاجونست اللي هي الرانيتيدين، ما لقيتهاش جايب نتيجه اروح واخد دي. يعني الخيارات كلها صحيحه 100%، بس انا بكلمك على الافضليه، فعلا الافضليه ان انا انتي اسيد اتش 2 ريسبتور بعد كده بروتين بامب انهبيتورز خلاص يا جماعه. طب ايه المشاكل اللي ممكن تحصل خلاص للناس اللي هي يعني الناس اللي هي بتاخد الادويه دي لفتره كبيره وعندها الجرد؟ الناس اللي عندهم الجرد يا جماعه بيفضل ترجيع الحمض ده على طول موجود معاهم، فانت عامل فول اسيد انهبيشن، يعني المحتوى المعدي بتاعه ما فيهوش اسيد، فممكن يدي فرصه ان في بكتيريا تنمو. ليه؟ لان اصلا الاسيد بيقتل اي بكتيريا، فانت دلوقتي عملت ايه؟ البكتيريا ممكن تنمو فيحصل فيه انتريك انفكشن، او ممكن يحصل فيه ريسبيراتوري انفكشن. تقول لي ايه علاقه الريسبيراتوري بالمعده؟ ما انت بترجع حمض ويعمل كحه، ما هو الكحه دي نتيجه ترجيع حمض في المجرى بتاع التنفس كده، فممكن شويه كده في كولونايزيشن للبكتيريا دخلت جوه عملت انفكشن، ودي حاجات يعني نادر حدوثها بس ممكن تحصل. اما اللونج تيرم سايد افكتس انا عايز اقول لك بقى شويه بيشنت كونسلنج هنا وركز معايا. واحد بيستخدم الحاجات دي فتره طويله، يعني بنتكلم في 5 سنين مثلا خلاص بيحصل حاجه اسمها هايبوكلور هيدرا او اكلور هيدرا. يعني هايبوكلور هيدرا اللي هو الاتش اس ال، يعني بيبقى فيه هايبو سكريشن يعني لو خلاص، يبقى لو دي ناتجه عن الهايبوكلور هيدرا. ابسنت اللي هو لما اقول في اي كلمه يبقى انا بمنع خالص. اكلور هيدرا يبقى ما فيش اتش اس ال، يبقى انا واحد بيستخدمها ما فيش اصلا اتش اس ال، ما عادش بيتسمع هو بيقفل خالص البوابه خلاص يا جماعه تمام. بيحصل عندي مشاكل بقى ايه؟ لان الاتش سي ال مهم جدا او الجاستريك اسيديتي مهم عشان امتصاص فيتامين بي 12 والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، مهمين جدا المعلومه دي. فاللونج تيرم بتاع الاستخدام بتاع البروتين بامب انهبيتورز ممكن يبقى ريسك للاوستيوبروزس اللي هو ايه بقى؟ هشاشه العظام. تلاقي الشخص ده جاله هشاشه عظام بدري قوي قوي. طب ايه المفضل استخدامه؟ افضل ان انا استخدم كالسيوم سبلمنت، مغنيسيوم سبلمنت، ايرون سبلمنت، فيتامين بي 12 سبلمنت، بس استخدم انهي نوع من الكالسيوم؟ انا عندي الكالسيوم ده السولتس بتاعت الكالسيوم كتير جدا، استخدم الكالسيوم سيتريت. اشمعنى السيتريت؟ علشان ليه مش كربونات؟ ليه مش؟ لان الكالسيوم سيتريت هو افضل حاجه من الحاجات بتاعت الكالسيوم اللي بتحتاج حمضيه قليله عشان يحصل لها امتصاص، يعني اقل حاجه في الحمضيه تلاقي الامتصاص بتاعها كويس جدا جدا الكالسيوم سيتريت تمام. فالكالسيوم ستريت هو افضل حاجه يتم اختيارها. طب فانا عندي دلوقتي لما يجي واحد بياخد البروتين بامب انهبيتورز وعايز احميه، بقول له انا ما عنديش، انا عندي الجارد وعندي مشاكل في المعده وما اقدرش اوقف الدواء خلاص يا جماعه، اوصف له ايه؟ اوصف له حاجه كالسيوم. الكالسيوم ستريت يا جماعه عندنا الكالماج، في باند محترم كده في مصر اسمه كالماج، في كالسيوم ستريت ومغنيسيوم ستريت، ده انسب حاجه ممكن اوصفها مع فيتامين دي تمام. الفيتامين دي اديله مثلا في دروب تمام، واشوف المستوى بتاعه، ممكن ياخد مثلا حقنه في الاول يمشي في دروب قطره في اليوم او على حسب التحليل، او انا من الحاجات اللي الناس بتوصفها 2 قطره في اليوم لمده 8 اسابيع بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يعمل ريكفر لكل النقص بتاع فيتامين دي تمام يا جماعه. 2 قطره من في دروب، او ممكن يتوصف له في فيتامين دي نازل جديد في مصر، جديد اقراص اللي هو تركيز ال1000 القرص في 1000 انترناشونال يونت، فدي ممكن حاجات ممكن تتوصف. فعلى حسب يعني انت هتوصفها، لازم ياخد فيتامين دي كويس مع الكالسيوم ستريت ومغنيسيوم ستريت مع حقن كده كورس كده من الفيتامين بي 12 كده، ده بتعوض له النقص ده. لو عنده يعمل هيموجلوبين تحليل كده سي بي سي ونشوف تركيز الهيموجلوبين عنده كده، ونديله ممكن نديله حديد او حاجه زي كده خلاص يا جماعه. فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي انت لازم تعرفها. وفي بحث اتعمل كده عن الاومبرازول بعد استخدام عديد جدا جدا، وجد ان هو ممكن يعمل اكيوت انترستيشن نفرايتس، دي مشاكل في الكدني ممكن تحصل. للجدال اللي بيحصل التفاعل ما بين الاومبرازول التفاعل اللي ما بين اومبرازول والكلوبيدجريل اللي هو البلافكس، وده كلام كتير جدا جدا اتقال في الموضوع ده في 2009. بس قبل ما نتكلم في التبع عايز بس اقول لك ان كل البروتون بامب انهبيتورز بيحصل لها ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 2 سي 19 والسيتوكروم بي 3 اي 4، دي نوع من انواع السيتوكروم بي 450. خلاص يا جماعه، يعني الحاجات دي بيحصل لها ميتابوليزم، فبالتالي بيتم استهلاك السيتوكروم بي 2 سي 19. خلاص يا جماعه، بيتم استهلاكه، وده مهم جدا جدا لدواء زي الكلوبيدجريل، لان الكلوبيدجريل ده دواء اللي هو البلافكس، يعني اللي هو دواء بتاع السيوله. الكلوبيدجريل ده اصلا برو دراج، فمحتاج الانزيم ده عشان يحصل له اكتيفيشن. فانت لما تيجي تستهلكه لي يا عم داشان بدواء زي الاومبرازول، فهي بيحصل فيه دراج انتر اكشن، وده فعلا اللي اتقال لنا في 2009 من الاف دي اي في 2009 نزلت تحذيرات بتقول لنا يا جماعه في كلوبيدجريل مع الاومبرازول في دراج انتر اكشن، والكلوبيدجريل هيفضل برو دراج ومش هيحصل له اكتيفيتي، فممكن واحد بيع عامل قسطره في القلب وكده يحصل له جلطه فيحصل له مشاكل. خلاص، فما ينفعش الاثنين دول مع بعض. في 2015 اتعملت ميتا اناليسيز ستادي كده بمجموعه كده من استادي كبيره، جمعوا كل الدراسات اللي اتعملت، قالوا لا ده احنا لقينا ان الاومبرازول والكلوبيدجريل ما فيش اي نو كلينيكال سيجنيفيكانس ما بين التفاعل اللي بيحصل ده. قال لك ليه؟ قال لك انا المفروض دلوقتي ان الحاجات دي ليها شورت هاف لايف يا جماعه. يعني ايه شورت هاف لايف؟ البروتون بامب انهبيتورز اول ما بتخش بيحصل لها اكتيفيشن، وتروح تمسك في العسكري اللي هو الانزيم ده اللي هو هيدروجين بلازم ايدبيز انزيم، تمسك فيه وتقفش فيه، فبعد ساعه ونص بالظبط ما بلاقيهاش في الدم اصلا. يعني بعد ساعه ونص ما بلاقيهاش في الدم، يعني البروتون بامب انهبيتورز بعد ساعه ونص فعلا ما بلاقيهاش في الدم. ليه؟ لان هي حصل لها اكتيفيشن وراحت راحت للانزيم وقفشت فيه، فانا ما بلاقيهاش في الدم. فلو جيت انت خدت البروتون بامب انهبيتورز الصبح وخدت الكلوبيدجريل بالليل، ما هو مش هيحصل تفاعل، هي اصلا مش موجوده في الدم، خلاص الموضوع تم في ساعتين زمن، تمام. ففعلا ما فيش دراج انتر اكشن بشكل سيجنيفيكانت او بشكل واقعي كلينيكالي كده، وشكل واقعي مش موجود دراج انتر اكشن ده. شكل كلام علمي بقى نظري موجود، ده بيتفاعل مع ده وده محتاجه عشان كبرو دراج، فكلام نظري موجود، بس كواقعي ممكن نلاقيش الكلام ده موجود. خلاص يا جماعه، التفاعل الخطير ممكن يحصل بقى لو في واحد بياخد جرعات عاليه من الميثوتريكزات، عنده كانسر وكده ياخد جرعات عاليه من الميثوتريكزات، فلو بياخد بروتون بامب انهبيتورز التوكسيستي بتاعه الميثوتريكزات هتزيد يا جماعه. فبالتالي احنا بنعمل سويتش قبل جرعه الميثوتريكزات، سويتش الايه ياخد رانيتيدين قبلها بيومين وبعدها بيومين، يعني قبل جرعه الميثوتريكزات بيومين نعمل سويتش من البروتون بامب للرانيتيدين، لو هو لازم ياخد على الادويه بتاعه الحمضيه، لازم ياخد الادويه، نديله رانيتيدين قبلها بيومين، قبل جرعه الميثوتريكزات بيومين وبعدها بيومين نديله جرعه، وبعد جرعه الميثوتريكزات نديله برضه رانيتيدين لمده يومين. خلاص يا جماعه، طيب قبل ما اسالكم سؤال، احنا دلوقتي اتكلمنا عن عيله زي البروتون بامب انهبيتورز السته دول اللي انتوا شايفينهم دول. انا عندي في براندات محترمه جدا، براندات يعني مالتي ناشونال، شركات مالتي، كنترولوك، البالت، النكسيوم، الحاجات دي كلها. خلاص، انت كصيدلي عندك اقتناع بالبراندات المحليه بتاعت البروتون بامب انهبيتورز ولا البراندات الاجنبيه مقتنع بيها اكتر؟ يعني انت لما بتيجي توصف حاجات زي كده الفيدباك بتاع المريض، البراند الاجنبي اللي هو البراند الاصل بتاع الدواء والبراند طبعا عندك الشركات اللوكال مغرقه الدنيا، انت نفسك كصيدلي من الفيدباك اللي بيحصل ممكن تكتب لنا في تعليق الكلام. طبعا انا بقول للناس اكتب في تعليق، محدش بيكتب حاجه، بس خلينا اعلق انا على الموضوع ده لان الموضوع ده انا ملاحظه هعلق عليه وانا عايز اخد تجربتكم برده في الموضوع ده. بصوا يا جماعه، البراندات العالميه الاصليه للبروتون بامب انهبيتورز حماده، والبراندات المحليه حماده تاني خالص خالص بجد. يعني الادويه دي بالذات ممكن تلاقي واحد بياخد النكسم او البالت او الكنترلوك ده في عايش في دنيا تانية، يجي ياخد حاجه مصري بنفس الماده الفعاله نفس التركيز يلاقي الدنيا باظت معاه، مش مرتاح، ما في الاعراض موجوده معاه لو هو جارد او كده، وده فعلا حقيقي. ليه؟ ده نفس التركيز نفس. بصوا يا جماعه، فكره تصنيع البروتون بامب انهبيتورز في الطبخه. يعني ايه طبخه؟ يعني في الكوت اللي بيتعمل، يعني في الغلاف اللي بيتعمل على البلت الصغيره اللي جوه الكبسولات، او الغلاف اللي بيتعمل على القرص. هي دي الفكره كلها، ازاي اقدر اعمل غلاف محترم، كوت محترم، الكوت المحترم ده يحمي لي الدواء من الحمضيه اللي ممكن تاثر على بعض المواد الفعاله ويبقى المواد الفعاله، الماده الخام نفسها، المصدر بتاع الماده الخام، الحاجات دي بتاثر فعلا في فعاليه العيله دي. فالعيله دي من الحاجات اللي تلاقي البراندات فيها لا واخده وضعها، تمام. وهنتظر برضو الفيدباك بتاعكم في الكومنتس بتاع اليوتيوب، ويا ريت نشوف الكومنتس. زي ما انا بتعب وبسجل حلقات وبشوف، عايز اشوف التفاعل ده، يعني يا ريت اشوف التفاعل ده، عشان الواحد مفيش تشجيع خالص بصراحه. انا شايف ان انا بشرح ومفيش تشجيع خالص. سؤال مهم جدا هقوله ومش هجاوب عليه في الحلقه، هجاوب عليه في الكومنتات. انا دلوقتي ممكن حالات سيفير كيزز، حالات يتوصف لها الاثنين مع بعض، بروتون بامب انهبيتورز مع رانيتيدين، ورانيتيدين والأومبرازول. لخص الموضوع، رانيتيدين واحد يقول لي مفيش لا، في بيحصل في بعض الحالات بوصف لها الاثنين مع بعض. هاخد انه الاول، جالك الصيدليه رانيتيدين مع أومبرازول، فبيقول لك يا دكتور اخد انه الاول؟ ده الاول ولا ده الاول؟ ده الاول ولا ده الاول؟ فكر، الموضوع ده محتاج تفكير، وده سؤال اهو عايزك تجاوب لي في الكومنتس، وانا هشرح في الكومنت بالتفصيل، وان شاء الله الناس كلها هتشرح. بس مش على الاقل اشوف 6 كومنتات او 5 كومنتات بيفكروا معايا، وبعد كده هبدا اشرح لهم الاجابه. ندخل في حاجه ثانيه عشان يعني نخش بقى ونخلص الموضوع، لان احنا عشان ما نطولش في الحلقه. البروستاجلاندنز، احنا كده المهم في الحلقه خلص، يعني ده اهم حاجه. البروستاجلاندنز دي حاجه ممكن يتم استخدام، مش احنا قلنا في الميكانيزم ده فاكرين؟ احنا دلوقتي اتكلمنا على ده واتكلمنا على ده، سوري اتكلمنا على ده خلاص. الدايسايكلومين ده مش هتلاقيه، يعني اتكلمنا على الحاجات دي اللي هي السيميتيدين وعيلته الرانيتيدين وكده، وهنا ما اتكلمناش لسه، واتكلمنا على العسكري هنا وخلصنا خلاص، فاحنا هنا لسه ما اتكلمناش. احنا دلوقتي عندنا حاجات بروستاجلاندز، احنا عايزين بقى حاجه شبيهه بالبروستاجلاندين يا جماعه، اللي هو شبيهه بالبروستاجلاندين اي 2. عندنا البروستاجلاندين اي 1 انالوج ممكن يشتغل على الريسبتور ده، هو الميزوبروستول. الميزوبروستول بنقول عليه اوكسيتوسيك، ليه اوكسيتوسيك بروبيرتس؟ يعني هو من الحاجات اللي هي اوكسيتوسيك، بتعمل انقباض في انقباضات او كونتراكشن في اليوترس في الرحم، فدي من الحاجات اللي لها استخدامات هنتكلم عليها. الميزوبروستول ده اصلا ابروف عشان يستخدم في ان هو بيمنع النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز انديوست جاستريك ألسر، اللي هو الان سيد انديوست جاستريك ألسر، اللي هي القرحه الناتجه عن استخدام النون سترويدال، بيمنعها. يعني ايه؟ واحد معدته هتيجي له قرحه وهياخد نون سترويدال، عنده الام ولازم ياخد، فاحنا بنديله ميزوبروستول علشان يمنع حدوث حاجه زي كده. الميزوبروستول هيبدا ان هو يشتغل على الريسبتور، فيبدا ان هو يظبط الميوكس ممبرين بتاع المعده، ويبدا ان هو يقلل الاتش سي ال، فبالتالي هيشتغل في الحته دي. خلاص يا جماعه؟ طيب، وجدوا ان الميزوبروستول بيعمل كونتراكشن في اليوترس بشكل كبير جدا. خلاص يا جماعه؟ فده لازم كونترا انديكيتد في السدات الحوامل. الميزوبروستول اصلا هو سايتوتيك او ميزوتيك، ده اصلا استخدامه دلوقتي مش هتلاقي الاستخدام بتاع النون سترويدال انديوست جاستريك ألسر، بس لكن ده الاستخدام بتاعه مفيد جدا في الموضوع ده. هل استخدامه يا جماعه في الليبر اندكشن؟ يعني مثلا ممكن يتم استخدامه كليبر اندكشن، ان في واحده هتولد والطلق مش جالها، فممكن يستخدمه كليبر اندكشن. ممكن يستخدم في الابورشن، واحده محتاجه فعلا، كالراي الطبي اجمع ان هي لازم يحصل اجهاض عشان في خطر على حياتها وخطر على، فبالتالي يحصل ابورشن. خلاص، خطر على حياتها فلازم نعمل ابورشن. ولكن في بقى اللي هو الابورشن اللي هو بيتم استخدامه بقى في الابورشن هو الغير شرعي بقى، واحده عايزه تعمل اجهاض غير شرعي برضه بيلجأوا للميزوبروستول. المسكارج اللي هو يا جماعه ده اللي هو الجنين مات، يعني حصل فيه خساره في الحمل او موت الجنين، فبيحصل ان احنا نستخدم الميزوبروستول عشان ننزل الجنين، اللي هو ان هو الجنين توفى فمات، فبالتالي عايزين ننزله. البوست بارتم ليدنج، معنى ممكن واحده بعد ما تولد، فالدكتور ممكن يعني عايز ينظف اكتر وينزل الدم بشكل كبير وينظف، فممكن يدي برضه ميزوبروستول. الروت اوف ادمنستريشن بتاعته اورال، ممكن الاعراض دي تتاخد فاجينال، ممكن سابلينجوال، ممكن باكن، ممكن ريكتال، الاعراض ممكن تتاخد في الاماكن دي. خلاص يا جماعه؟ في حالات الابورشنز بره بتلاقي في حاجه اسمها الميفوبروستون، بتستخدم برضو في ده انتي بروجسترون يعني، ومع الميزوبروستول الاثنين بيستخدموا مع بعض، والاثنين اصلا بيعملوا انقباضات شديده في الرحم، فبيستخدموا الاثنين مع بعض بيضمنوا ان يحصل ابورشن. ده بره في حاجه كده الليجالي، حاجه غير شرعيه. تمام يا جماعه؟ فانا بقول لك عزيزي الصيدلي خلي بالك. طبعا المفروض ده كان زمان ايام ما كان الميزوتاك موجود والحاجات موجوده، هو دلوقتي برضو في ناس بتجيبه كده من طرق غير شرعيه، بس خلي بالك دواء زي ده علشان يتوصف لازم محتاج دكتور نساء او دكتور ولاده عشان يوصفه في روشته مختومه، وتبقى انت بتوصفه في الروشته سليمه 100%، علشان ده ليه استخدامات غير شرعيه، لان الدواء ده بيستخدم لحالات اللي هي الاجهاض وكده، فانت تبقى انت واخد بالك عشان مش تاخد وزر وتشيل وزر لحاله من حالات الاجهاض الغير شرعي. تمام يا جماعه؟ ده بالنسبه للميزوبروستول. طبعا كلكم خريجين وتعاملتوا مع حاجه زي كده وفاهمين الكلام اللي انا بقوله ده. ميوكوزال بروتكتيف ايجنتس، حاجات بقى مش بالميكانيزمات اللي انا قلت لك عليها، حاجات بقى بتحمي الميوكوزا اللي هو الميوكس ممبرين اللي مغطي المعده ده، زي حاجه زي السكرالفيت. السكرالفيت ده محتاج وسط حمض عشان يحصل له يشتغل يا جماعه، ده بالظبط بيروح على المكان اللي فيه قرحه ويرتبط، يعمل فيزيكال بارير كده، يعمل بطانه كده، فهو محتاج وسط حمض، فما ينفعش استخدم سكرالفيت مع بروتون بامب انهبيتور او اتش 2 ريسبتور انتاجونست، فبالتالي هو مش هتلاقيه بقى موجود دلوقتي السكرالفيت ده. خلاص؟ لان هو اصلا فعاليته لازم تبقى موجوده في وسط حمض. البازما سب ساليسيليت، ودي من الحاجات يا جماعه ليها انتي مايكروبيال اكشن، لذلك هنلاقيها بتستخدم في الريجيمنز بتاعه الهليكوباكتر بايلوري. خلاص يا جماعه؟ ده بيعمل انهبيت للبيبسين اكتيفيتي، وكمان بيزود الميوكاس سكريشن عشان يعمل طبقه الميوكاس دي. خلاص؟ فده من الحاجات اللي ايه، بس مشاكله ان هو بيعمل بلاك ديسكلاريشن في التانج والستول. بعد كده هنتكلم في علاج القرحه الناتجه من الاتش بايلوري، اتش بايلوري اسوشيتد ألسرز. خلاص طيب ده الجايد لاين يا جماعه سريعا كده، ده احدث جايد لاين وده الاشهر، اشهر جايد لاين ماشيين عليه ناس كتير جدا جدا، وده الاحدث وده اللي احنا خلينا نشرحه بالتفصيل. انت دلوقتي مريض عنده قرحه، ولما ابتدى يعمل تحاليل والتحاليل اثبت ان هو عنده البكتيريا او الميكروب الحلزوني، هيمشي على ايه بالظبط؟ انا عندي بكتيريا وعندي حمض، فانا لازم هستخدم حاجات للحمض وحاجات للبكتيريا عشان تموتها، فهستخدم مضاد حيوي وحاجات من الحاجات اللي هي الحمضيه اللي هي البروتون بامب انهبيتورز. خلاص يا جماعه، فاول حاجه معايا في العلاج هي البروتون بامب انهبيتور. البروتون بامب انهبيتور اللي هستخدمه هنا خلينا يبقى البي بي اي دي هنا تحت، هنا شرحها تحت. اومبرازول 20 مللي جرام مرتين في اليوم، بي اي دي يعني مرتين في اليوم، تمام، وهنا شرحها اهي، تمام. لانس او لانس يعني البي بي اي دي ممكن حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي، اومبرازول 20 مللي جرام مرتين في اليوم، او لانسوبرازول 30 مللي جرام مرتين في اليوم، او ايسومبرازول 40 مللي جرام وانس ديلي، او رابرازول 20 مللي جرام. طب دول يا عم داشن انت كده في حاجتين ناقصين، انت مش بتقول لي 6، في حاجتين، البانتو برازول والديكسلانسو برازول، الاثنين دول مش خدوا موافقه من الاف دي ان هم يتم استخدامهم في الاتش بال. هم ممكن يبقوا مفيدين وشغالين بس ما اتعملتش عليهم الدراسه في الموضوع ده بشكل كافي، فالاف دي مش اديتهم الموافقه. خلاص يبقى انا دلوقتي يا جماعه البي بي اي دي هي ايه؟ هي دي انا كشخص هفضل ايه؟ والله هفضل ايسومبرازول 40 مللي جرام، وهستخدم النكسيوم اللي هو البراند الاصلي، النكسيوم 40 مللي جرام. ده كده خلاص عرفت كده، ده انا بقول لك عن تجربه وعن حاجه فعلا هتلاقي فعاليه فيها، تمام، بس ده مش معناه ان الحاجات الثانيه مش فعاله هي، تمام. طب خلينا نتكلم، ده البروتين بامب انهبيتور. زي انا عندي بقى العلاج ده، انا عندي بس معلش انا نسيت اقول لكم، ده في فيرست لاين، ده اول حاجه هبص لها، والسكند لاين لو الفيرست لاين ما جابتش نتيجه يبقى اول حاجه هعالج بيها هي الفيرست لاين، بعد كده السكند لاين لو الفيرست لاين ما جابتش نتيجه. الفيرست لاين عندي حاجتين، الستاندرد تريبل ثيرابي، العلاج الثلاثي الستاندرد بتاع كل الناس عارفاه، الستاندرد تريبل ثيرابي، وفي العلاج التتابعي اللي هو سيكوينشال ثيرابي، اسمه العلاج التتابعي اللي هو عباره عن 10 ايام، 5 وراهم 5، فبنقول عليه علاج تتابعي، 5 وراهم 5 علاج تتابعي. السكند لاين في حاجات نون بيزمس بيزد، كوادرابل اللي هو العلاج الرباعي اللي مالوش بيزمس، ما فيهوش بيزمس، او البيزمس بيزد كوادرابل ثيرابي، او ليفوفلوكساسين يعني في بيزمس وهو علاج رباعي، او الليفوفلوكساسين بيزد اللي هو في ليفوفلوكساسين تريبل ثيرابي. ده هلجأ ليه انت لو الفيرست مش نجح. طيب خلينا نتكلم عن الستاندرد تريبل ثيرابي، ومع اني بفضل السيكوينشال ثيرابي. خلاص يا جماعه، يعني السيكونشال ثيرابي انا بفضل ده، او استخدمت ده او ده، الاثنين فيرست لاين، مفيش حاجه مفضله عن الثانيه، بس انا بفضل ده، ده بيحقق لي نجاح فوق ال 90%، ده نجاحه فوق ال 90%. طيب خلينا نتكلم عن واحد بقى. الستاندرد تريبل ثيرابي انا هدي بروتين بامب انهبيتور اللي هو ايه؟ ما انا قلت لك عليه، زائد اموكساسيلين 1 جرام مرتين في اليوم، كل 12 ساعه بقى، مش مرتين، مرتين دي مش هينفع معايا انتي بايوتيك، لازم كل 12 ساعه بالوقت بالساعه، تمام؟ زائد كلاريسرومايسين 500 مللي جرام ايه؟ مرتين كل 12 ساعه بقى. خلاص يبقى انا لما اجي اختار بقى، سيبك من المنتجات اللي فيها الهبل ده، يعني مش عايزين نقول اسماء براندات، بس ما ينفع يعني، سيبك من المنتجات اللي فيها ده على ده وعلى ده على، لا، استخدم كل ماده لوحدها بالبراند بتاعها. اموكساسيلين كلوبيدجريل ل 1 جرام البراند الاصلي، اوجمنتين حاجه محترمه او حاجه ثانيه محترمه برضه. خلاص كلاريسرومايسين استخدم البراند الاصلي، خلي استخدام، لان انا بتكلم عن اتش بايلوري وفي ريزيستنس موجوده، والناس معظمها عندها الاتش بايلوري، وده بيستخدم علاجه مش نافع، وفي قصص كتير في الموضوع ده، فاستخدم ادويه براندات محترمه منفصله، كل براند كده لوحده، سيبك من الناس اللي بتجمع دي اللي هي مش عايزين نقول براند، بس مش بحب انا الكلام ده، وفي ناس كتير يعني في علاجات فاشله فيها وجرعات مش مظبوطه، فخليني في اللي انا بقول لك عليه ده، تمام. مده العلاج قد ايه يا عم ده؟ من 10 ل 14 يوم، او شيل الاموكساسيلين وحط ميترونازول 500 مللي جرام مرتين في اليوم، تمام يا جماعه؟ يعني الاموكساسيلين ده الميترونازول ممكن يبقى بديلا ليه. طيب السيكونشال ثيرابي، وده العلاج التتابعي والمفضل واللي نجاحه عالي، اول 5 ايام بروتين بامب انهبيتور اللي هو نكسيوم 40 مره في اليوم، اموكساسيلين 1 جرام كل 12 ساعه لمده 5 ايام. خلاص كده، بعد كده نفس البروتين بامب اللي بتاخده النكسيوم 40 ده اللي هو نفس البروتين بامب، زائد كلاريسرومايسين 500 مللي جرام مرتين كل 12 ساعه، زائد تيميدازول 500 مللي جرام كل 12 ساعه لمده 5 ايام، 5 ايام 10 ايام، ده العلاج التتابعي نجاحه فوق ال 90%. السكند لاين والله اشتغلت في الفيرست لاين مفيش نتيجه، بقى انا هخش على السكند لاين. النون بيزمس بيز كوادرابل ثيرابي يبقى مفيش بيزمس، بس ده علاج رباعي اللي هو بروتين بامب انهبيتور زي الاموكساسيلين 1 جرام مرتين، كلاريسرومايسين 500 مرتين، زائد ايه بقى؟ ما انا بقول لك علاج ايه؟ علاج رباعي 1 2 3 4 زائد تيميدازول 500 مللي جرام مرتين، او ميترونازول سواء تريندا او ميترونازول، وده لمده 10 ايام، ده يحقق نجاح برده 90%. البيزمس بيز كوادرابل ثيرابي ده في بيزمس بقى، في بيزمس سبسلسليت مع ميترونازول مع تتراسايكلين زائد البروتون بامب انهبيتور. ده يا جماعه ده اللي هو العلاج اللي هو برده ده علاج رباعي 1 2 3 4، والكيو اي دي دي معناها اللي هو 4 مرات في اليوم. كيو اي دي معناها 4 مرات في اليوم. التي اي دي ده معناها 3 مرات في اليوم. البي اي دي معناها 2 مرات في اليوم. في عندي بقى يا جماعه البيزمس سب ستريت، تمام، ده التركيز بتاعه عشان ده براند، يعني هتلاقي البراند مجمع ده، والتتراسايكلين 395 مللي جرام، وميترونازول ده اللي هو البراند اللي هو بايليرا، ده بيتاخد 4 مرات في اليوم. البايليرا ده البراند ده فيه الكلام ده، في دول خلاص، وهتضيف عليهم انت بقى بروتون بامب انهبيتور 2 مرات في اليوم. ده اللي هو البايليرا ده بيحتوي على التركيبه دي اللي هي بيزمس بيز كوادرابول ثيرابي من 85 ل 92 لمده 10 ايام. الليفوفلوكساسين بيز تريبل ثيرابي دي ممكن يتم وصفها هنا في مصر، ما عندناش مركبات فيها البيزمس او الكلام ده او التتراسايكلين او كده، فممكن نستخدم الليفوفلوكساسين بيز تريبل ثيرابي بعد لو ما فيش حاجه من فيرست لاين لفت. هنستخدم بروتون بامب انهبيتور زائد اموكساسيلين 1 جرام 2 مرات، ليفوفلوكساسين 500 مللي جرام وانس داي لمده 10 ايام يا جماعه. ده بالنسبه لكل الكلام اللي له علاقه ان احنا ازاي نقتل الاتش بار ونتخلص منها، وكمان يحصل هينج قرحه نتيجه ان احنا خلاص هنموت البكتيريا، وكمان في نفس الوقت هنقلل الحمض فيحصل هيلنج للقرحات اللي نتجت دي. ده بالنسبه للجايد لاين اللي بتلخص لي. بس السلايد دي مهمه جدا جدا، يعني السلايد دي كده الصوره دي مهمه، يمكن انا بعملها سكرين شوت لناس كتير جدا في الجروبات بتسال يا جماعه الاتش بايلوري نعملها ازاي وكده، فدي من الحاجات المهمه. طيب انت دلوقتي قلت لي القرحه دي ممكن اشهر سببين ليها حاجتين، اتش بايلوري ونون سترويدال، اتش بايلوري اسوشيتد ألسرز ونون سترويدال انديوزد ألسرز. خلاص يا جماعه الان سيد انديوزد ألسرز. انا دلوقتي عندي برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. يعني ايه برايمري بريفنشن؟ يعني واحد يعني هيجي له هياخد ادويه النون سترويدال ومحتمل انه يجي له قرحه بس ما جالوش، فبعمل له حاجه اسمها برايمري بريفنشن. سكندري بريفنشن يعني جاله قرحه فبعمل له سكندري، بحميه بقى عشان ما تجيلوش مره ثانيه، والقرحه كان سببها ان سيد. طب تمام. الشخص ده ممكن يبقى لو كارديوفاسكولار ريسك. يعني ايه لو كارديوفاسكولار ريسك؟ يعني ايه ما عندوش مشاكل في القلب، يعني مش هيدخل معايا في مشاكل في القلب، فممكن ياخد اي نون سترويدال، لان النون سترويدال يا جماعه بتاثر على ممكن تعمل جلطات، والناس اللي عندهم هاي ريسك يعني الناس اللي ممكن جالهم جلطه قبل كده مايوكاردال انفاكشن او مركب دعامه، دي بيبقى نوع عليها هاي ريسك، فما ينفعش ياخد حاجات زي الدايكلوفناك مثلا، انما لو ريسك ممكن ياخد اي نون سترويدال. طب لو هو لو كارديوفاسكولار ريسك، اشوف بقى المعده بتاعته، هل هو لو جي اي ريسك؟ يعني هو هل الريسك انه يجي له القرحه قليله، ولا فعلا بيعاني من اعراضه وهتجيله قرحه، ولا هي مودريت ولا هي هاي؟ تمام. فلو هو لو جي اي فانا بستخدم اي نون سترويدال بلويست دوز، اقل جرعه ممكنه لاقل فتره زمنيه ممكنه. النون سترويدال حلقه في وداني كده، الودن اليمين اقل جرعه ممكنه، الودن الشمال في اقل فتره زمنيه ممكنه، ده النون سترويدال. طيب لو هو مودريت جي اي ريسك بستخدم معاه اي نون سترويدال، بس لازم اديله بروتون بامب عشان احميه بقى، ما انا بعمل برايمري بريفنشن مع بروتون بامب او ميزوبروستول. تمام يا جماعه، وان اصلا ميزوبروستول ابروفد في كده. لو هو جي اي ريسك هاي لازم بقى هستخدم الكوكس 2 انهبيتور السيركوكسيب، لازم، عشان ده من ضمن الحاجات الاقل حاجه في الحاجات اللي بتاثر على المعده. خلاص مش اي نون سترويدال بقى، لا كوكس 2 انهبيتور زائد بي بي اي اللي هو بروتون بامب انهبيتور او ميزوبروستول. ده لو هو لو كارديوفاسكولار، لا ده واحد هاي كارديوفاسكولار مركب دعامه وجات له قبل كده جلطه في الشريان التاجي وقصص بقى، فانا محتاج ان انا اديله لو دوز اوف اسبرين، هيفضل هو محتاج ان هو لو دوز اوف اسبرين عشان هو كانتي بليتلت وما يحصلوش جلطاته كده، ويبدا ان انا اديله بقى حاجات بقى من النون سترويدال. انهي حاجه من النون سترويدال بوصف له النابروكسين. اشمعنى النابروكسين؟ النابروكسين يا جماعه هو اقل واحد فيهم انه يعمل مشاكل في الكارديو، اقل واحد فيهم انه يعمل كارديوفاسكولار ريسك. يبقى ليه كارديو اقل واحد في النون سترويدال يعمل كارديوفاس هو النابروكسين. من ضمن الحاجات الاعلى حاجات هي الدايكلوفناك، من ضمن الحاجات العاليه، ومع الكوكس 2 انهبيتور برضه، بس الدايكلوفناك خطير قوي قوي يا جماعه. الدايكلوفناك خطير، ممكن واحد مركب دعامه مركب ياخد جرعات عاليه يجي له جلطه في القلب من الدايكلوفناك، فالنابروكسين هو افضلهم. فانا بوصف نابروكسين، هو النابروكسين مش بيحمل ان هو ليه ريسك، لا هو ليه ريسك بس افضلهم او احلى الوحشين. خلاص ده يا جماعه بضيف ليه بروتون بامب عشان هو طبعا محتاج ان انا اضيف له عشان احمي الجي اي او ايه الميزوبروستول. مودريت برضه بضيف له البروتون بامب او ميزوبروستول. نابروكسين الهاي جي اي ريسك افويد نون سترويدال، تمام، او ان انا ادي له كوكس 2 انهبيتور فافويد، لان انا دلوقتي عندي هاي جي اي ريسك وهاي كارديوفاسكولار ريسك. خلاص فبالتالي ان انا محتاج ان انا افويد النون سترويدال لان النابروكسين هياثر لي بشكل كبير على المعده. خلاص يا جماعه، او الكوكس 2 انهبيتور. ده بالنسبه للبرايمري بريفنشن. بالنسبه للسكندري بريفنشن اوف ان سيد انديوزد ألسرز، سكندري بريفنشن بقى، فانا جاله قبل كده قرحه نتيجه الان سيد، فبالتالي محتاج ان انا هوصف له جرعات من الان سيد، فمحتاج ان انا احميه تاني. فخلاص يا جماعه، فانا ممكن استخدم بقى ايه نابروكسين مع حاجه من البروتين بامب، يعني يعني كومبينيشن كده ما بين الاثنين. وفي يا جماعه براند محترم، فكره محترمه جدا جدا، وهو الفايموفو. الفايموفو ده من الحاجات الاختراعات اللي اتعملت، عباره عن قرص، القرص في قلب القرص، في قلب القرص النابروكسين، والنابروكسين ده اقل واحد في الكارديوفاسكولار ريسك، فهيبقى مناسب جدا جدا ده في قلبه، انما بيغطيه الايسومبرازول، بيغطيه الكوت بتاع اللي بيحمي الايسومبرازول. فده من الحاجات الافكار المحترمه جدا جدا يا جماعه، اللي هو البراند ده، او هوريكم زي ما انتم شايفين شكل القرص دلوقتي. طب ده بالنسبه للفكره دي، وقلنا فكره البراند ده. تاني حاجه الميزوبروستول، ان انا اطلع ميزوبروستول، بس الميزوبروستول هو فعال زي البروتين بامب انهيبيتورز، بس محتاج ان انا اديله جرعات اكتر، والجرعات العاليه من الميزوبروستول يعمل دايريا وابدومينال بين يا جماعه. تمام، ان انا استخدم كوكس 2 انهيبيتور مع بروتين بامب انهيبيتور، يعني ثالث خيار بالنسبه لي انا استخدم كوكس 2 انهيبيتور مع بروتين بامب انهيبيتور. خلاص، الخيار اللي بعد كده ان انا استخدم اتش 2 ريسبتور انتاجونست، ولكن الفعاليه بتاعته اقل من الميزوبروستول مع البروتين بامب انهيبيتور، وده من الحاجات اللي هي فعاليتها قليله. ده بالنسبه للافكار اللي انا اقدر اعمل بيها سكندري بريفنشن للان سيد انديوس ألسر. كده يا جماعه بقى احنا انتهينا من اول موضوع في يومنا النهارده، خلونا ناخد بريك وناخد الموضوع البسيط جدا جدا الباقي لينا في يومنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقدم لكم تطبيق فارما تيوب يتم شرح فيه البيزك فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي، وفارماكوثيرابي. تستطيع من خلال هذا التطبيق، وهو متوفر على الجوجل بلاي، أن تشاهد جميع الفيديوهات بشكل منتظم، حيث يحتوي التطبيق على 20 قسم. كل ما عليك هو اختيار القسم، ومن بعدها الحلقة التي تريد مشاهدتها، علما بأن جميع الفيديوهات تأتي إلى التطبيق بشكل تلقائي، لا تحتاج لتحديث التطبيق. حمل التطبيق الآن من متجر جوجل بلاي. بعد البريك هناخد موضوع سريع جدا جدا، برضو من ضمن الحاجات المفيده في امراض زي الجرد، وممكن يتم استخدامها امراض ممكن في النوزة والفوميتنج. فهنتكلم عن الادويه اللي بنقول عليها بروكاينيتيك. في ادويه كده بنقول عليها بروكاينيتيك او بروموتيلتي. كاينيتيك يعني تحسن، كاينيتيك من الحركه، يعني تحسن من الحركه. بروموتيلتي تحسن من الحركه. حركه ايه بالظبط؟ حركه الابر جي اي تي، يعني الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، فبنقول عليها بتحسن من الجاستريك امبتنج. مش احنا قلنا يا جماعه الجاستريك معدل تفريغ الماء، التفريغ المعده في الامعاء او الاثنى عشر، ده بنقول عليه التفريغ ده كده، بنقول عليه الجاستريك امبتنج. فبتحسن من الجاستريك امبتنج، بتحسن من الانتستينال كونتراكشن، خاصه الابر جي اي تي اللي هو الجزء العلوي من الجي اي تي. في ناس بيبقى عندهم مشاكل في الجزء، حركه الجزء العلوي من الجي اي تي. الناس اللي هم في الغالب بيبقوا دايابيتس يا جماعه، ان هم عندهم مرض السكر، بيبقى عندهم خلل في حركه الامبتنج ريت او الستومك امبتنج او الابر جي اي تي موتيليتي، بيبقى فيها مشكله، الابر جي اي تي موتيليتي بيبقى فيها مشكله. فبناخد ليهم دواء بيسمى بروموتيلتي او بروكاينيتيك. خلاص يا جماعه، يعني بروكاينيتيك بيتم استخدامه فين؟ في الديلي ستومك امبتنج في الدايابيتس. الناس عندهم ديلي في الستومك امبتنج اللي هم الدايابيتس، او اللي هم بعد الجراحه، واحد مثلا عمل جراحه في بطنه او حاجه، فبعد عمليه الجراحه حركه الامعاء مش مظبوطه، تلاقي في امساك كتير، في حركه مش مظبوطه. او الناس اللي هم الجارد ان هم عندهم مشاكل في الامبتنج، فانا لما ازود عندهم الامبتنج فهقلل من الاعراض بتاعه الجرد. ارتجاع المريء مش هيبقى فيه فرصه ان يحصل ارتجاع، لان الاكل تفريغه بقى سريع. تمام يا جماعه. الناس اللي هم فوميت بيحصل لهم نوزه فوميتنج، الناس اللي هم اندايجيشن او ديسبيبسيا، او الهاي كاب اللي هو الناس اللي هي عندهم الزغط. خلاص يا جماعه، فدي من الحاجات اللي ممكن تبقى مفيده برضه. فدي الاستخدامات بتاعه الحاجات البروموتيلتي او البروكاينيتيك ايجنتس. عندنا الميتوكلوبرمايد. الميتوكلوبرمايد طبعا اللي هو براند اللي هو مشهور جدا، هو بريمبران. دي حاجات بنقول عليها الدوبامين انتاجونست، عم تقفل مستقبلات الدوبامين. والميتوكلوبرمايد غير الدومبريدون. الدومبريدون بريفرالي دوبامين انتاجونست، اما الميتوكلوبرمايد بريفرالي وسنترال، يعني يقفل الدوبامين في المستقبلات الدوبامين البريفرالي اللي موجوده في البريفرال، والسنترال موجوده في السينس. خلاص يا جماعه. طب الميتوكلوبرمايد ليه افكت كويس جدا جدا؟ هو بيزود البريشر بتاع ال اي اس، يعني حتى بيبقى مفيد جدا للناس اللي هم عندهم الجارد، لانه بيزود البريشر بتاع ال اي اس اللي هو الصمام اللور اسوفاجيال اسفنكتر، الصمام ده بيزوده، فبالتالي لو هو ضعيف شويه يزود البريشر بتاعه، خلاص بيسرع الجاستريك امبتنج، بس مش بيحسن الاسوفاجيال كليرنس اللي هو الاسوفاجس يا جماعه بتاعنا، المريء بتاعنا عنده قدره ان هو يعمل كلير لاي حاجه تيجي من المعده كده نتيجه ارتجاعه كده، يعمل لها كلير ينزلها في المعده كده، فهو مش بيحسن الحته دي خلاص، ولكن هو بيزود الجاستريك امبتنج وبيحسن من البريشر بتاع ال اي اس. هنلاقي موجود في صوره تابلت في اللي هو سبوزيتوري وسيرب وانجكشن. طيب الميتوكلوبرمايد هنلاقيه دواء يا جماعه بيتم استخدامه في النوزيا والفوميتنج، في الترجيع، ناس عندهم ترجيع بنلاقي بيتم استخدامه. ليه؟ لانه بيعمل بلوك للدوبامين ريسبتور اللي موجود في منطقه اسمها السي تي زد، اللي هي كيمو ريسبتور تريجر زون، والسي تي زد والحاجات دي هندرسها ان شاء الله في اليوم بتاع بكره. السي تي زد دي حاجه كده موجوده في سينس كده، موجوده كده، عباره عن من ضمن الحاجات اللي بتدي رساله للفوميتنج سنتر، والفوميتنج سنتر يعمل ترجيع، فهي بتقفل الدوبامين ريسبتور موجود في السي تي زد يا جماعه، فدي من ضمن الحاجات اللي بتستخدم كمضاده للفوميتنج، وبتستخدم في النوزيا والفوميتنج. فهنلاقي في الاستخدامات نوزيا وفوميتنج، بتستخدم في الديليد ستومك امبتنج في الناس اللي هم دايابيتس، او الناس اللي هم بعد عمليه جراحيه، او الناس اللي هم الجار، يعني الديليد ستومك امبتنج بيبقى في ناس دايابيتس، تمام، اللي بنقول عليه دايابيتك جاستريك ستيزس، بنقول على الحاله دي دايابيتك جاستريك ستيزس، بيبقى ديلينج في الستومك امبتنج ريت الناس اللي هم دايابيتس، او الامبتنج ريت ده في ديلي نتيجه الفولوينج سيرجري او نتيجه الجار، تمام يا جماعه. طيب ممكن يتم استخدام كده، يتم استخدامه في المايجرين هيدكس، ده يعني ميكانيزم مش واضح، بس ممكن يتم استخدامه في المايجرين هيدكس. طيب جرعه الميتوكلوبرمايد في الجارد ايه؟ ودي من الحاجات اللي ممكن يعني اكتر حاجه ممكن تطلع فيها الميتوكلوبرمايد اللي هو الجارد، ممكن يتوصف بجرعه 10 ل 15 مللي جرام، ممكن اكتر من 4 مرات في اليوم، بس اهم حاجه 30 دقيقه قبل الاكل، قبل الوجبات يعني قبل الاكل بنصف ساعه، وقبل النوم، وقبل عشان ايه؟ احسن من حته الامبتنج ريت، وكمان ازود البريشر بتاع ال اي اس خاصه قبل النوم عشان ما يحصلش ارتجاع وكده. السايد افكتس بتاعته ديزنس، فاتيج، سيرومننس اللي هي الخمول بقى والاحساس بالنوم، دراوزنس، العرض الخطير جدا جدا اللي هو الاي بي اس اللي هو اكسترا بيراميدال سيمتومز، ودي من الاعراض الخطيره جدا جدا يا جماعه نتيجه ان انا بقفل الدوبامين ريسبتور، فدي من الاعراض الخطيره. وهايبر برولاكتينيميا، زياده البرولاكتين نتيجه برضه ان انا بقفل الدوبامين ريسبتور، لان الدوبامين من الحاجات اللي بتقلل البرولاكتين، فدي من الحاجات الاعراض بتاعته. الجرعه بتاعته في التشيلدرن، دي جرعه بتاعته في، انا عندي اف دي اي وورنينج للميتوكلوبرمايد ان هو بيعمل حاجه اسمها تاردايف ديسكاينيزيا، تاردايف ديسكاينيز ان هو حاجه من حاجات الاي بي اس، نوع من انواع الاكسترا بيراميدال سيمتومز، نتيجه برضه ان انا بقفل بعمل بلوك للدوبامين انتاجونست. الحاجات دي هتعرفها اكتر في السي ان اس، لما اخش في السي ان اس تعرف يعني ايه تاردايف ديسكاينيز، الاكسترا بيراميدال سيمتومز، الحاجات دي، دي حاجات بتحصل يا جماعه نتيجه الادويه اللي بتعمل بلوك للدوبامين ريسبتورز، خلاص يا جماعه. فما ينفعش ان انا استخدم الميتوكلوبرمايد لمده 12 اسبوع فما فوق، لازم افويد الحته دي، ما ينفعش استخدمه لمده اكتر من 12 اسبوع. الدومبريدون نفس الحاجه، دوبامين انتاجونست بس بريفرالي، خلاص يا جماعه، بريفرالي. ده ممكن يحسن نوزل فوميتنج نتيجه ان هو بيحسن من الابر جي اي تي موتيلتي، يعني ممكن يعمل لي ريليف نوزل فوميتنج نتيجه ان هو بيحسن من الجي اي تي موتيلتي، يعني الابر جي اي تي موتيلتي بيحسنها، فعشان كده ممكن الاقي النوزل فوميتنج قلت، بس عشان مش بيشتغل لي على السي تي زد والكلام ده، يعني مش زي الميتوكلوبرمايد بيقفل السي تي زد، الدوبامين ريسبتور في منطقه السي تي زد والحاجات دي، لا ده هو بيحسن الايه؟ الابر جي اي تي موتيلتي. ده يا جماعه الدومبريدون هنلاقي ليه استخدام شائع جدا، وهو البروموت للاكتيشن، يعني بيحسن من اللاكتيشن، الست اللي لسه والده وكده، فاللبن لسه ما نزلش، فممكن يتم استخدامه. ليه يا جماعه؟ لان ده بيقفل الدوبامين ريسبتور في الانتيريور بيتوتري جلاند. واحد يقول لي ايه ده؟ ثواني بس، انت قلت ان هو ما بيشتغلش سنترال، ازاي هيقفل في المنطقه في الدوبامين ريسبتور في البيتيوتري جلاند فهيزود البرولاكتين؟ هقول لك يا حبيبي البيتيوتري جلاند مش موجوده، مش متغطيه بالبلاد برين بارير، يعني هو ما بيعديش البلاد برين بارير، هي مش متغطيه بالبلاد برين بارير، فهيشتغل معاك عادي خلاص. طب الدوز بتاعته يا جماعه بيتاخد قبل الاكل برده ب 30 دقيقه، وقبل النوم لمده ايه؟ 10 مللي جرام 3 مرات في اليوم. في التشيلدرن دي الجرعه بتاعته في التشيلدرن. اوعى يتم استخدام الدومبريدون سابوزيتور اللي هو 30 مللي جرام، فاكرين المشاكل اللي حصلت واتسحب اللي هو الموتيليوم اللبوس 30 مللي جرام بتاع الاطفال، ما ينفعش يستخدم يا جماعه اقل من 10 سنين لانه بيعمل كيو تي انترفال برولونجيشن. طب مشكله الميتوكلوبرمايد ايه؟ عشان كان بيشتغل سي ان اس اللي هو اكسترا بيراميدال سيمتومز. طب مشكله الدومبريدون ايه؟ هي الكيو تي انترفال برولونجيشن، وبتبقى فيتال يا جماعه، خلاص بتبقى فيتال، خاصه لو الناس اللي هي بتاخد بقى ادويه سايتوكروم بي انهبيتور زي الهيدروكنازول كيتوكنازول لسه مثلا هيبقى الموضوع فيتال كيو تي انترفال برولونجيشن، ودي من الحاجات الخطيره جدا. فالدومبريدون مش هيتوصف عشان كده، والميتوكلوبرمايد مش هتوصف عشان حته الاكسترا باراميتر سيمتومز الاعراض بتاعته. خلاص طيب نيجي للسيسابرايد. السيسابرايد ما عادش موجود، يعني ما عادش فيه خلاص، بقاش متاح في بقى في كتير من الدول عشان الاريزميا اللي بتحصل يا جماعه، بيعمل لايف ستريتنج اريزميا، وده من الحاجات اللي بتقفل ال 5 اتش تي 4 ريسبتور. ده نوع من انواع المستقبلات السيروتونين. السيروتونين ده اسمه كده 5 هيدروكسي تريبتامين، 5 هيدروكسي تريبتامين النوع 4 من المستقبلات بتاعته، فهو بيقفلها خلاص، فبيزود السكريشن. وكمان من ضمن الحاجات اللي بيزود السكريشن بتاع الاستايل كولين، فالاستايل كولين يبدا ان هو يزيد، فيشتغل على الانتريك نيرفس سيستم. الانتريك نيرفس سيستم ده اللي هو اي ان اس، مش احنا عندنا اي ان اس اللي هو السمباثيك والباراسمباثيك، عندنا الاي ان اس. الاي ان اس ده هو النيرفس سيستم المحيط بالاحشاء والامعاء والحاجات دي، بيحسن من الموتيلتي بتاعتها. فبيحسن من الموتيلتي يا جماعه بنقول على الدواء ده بروكاينيتيك او بروموتيلتي، تمام. زي ما قلنا مش هتلاقيه معانا او مش ما بقاش موجود في معظم الدول، يعني الدول كتير جدا ما بقاش فيها سيسابرايد. طب البيسانيكول ده من ضمن الحاجات اللي عباره عن بيتا ميثايل كولين زائد كرباميك اسيد، يعني هو زي مشتق كده من حاجات زي الاستايل كولين كده، بيتا ميثايل كولين مع كرباميك اسيد بيشتغل على المستقبلات بتاع الاستايل كولين يا جماعه، بنقول عليه باراسمباسموميتيك. باراسمباسموميتيك يعني بيزود ميميتيك، يعني بيشتغل بيزود الشغل بتاع الباراسمباساتيك. خلاص يا جماعه، فيبدا يشتغل على الماسكارينيك ريسبتورز، ويبدا ان هو يشتغل على ما بيشتغلش طبعا النيكوتينيك ريسبتور، بيشتغل على الماسكارينيك بس، فيبدا ان هو يحسن من حركه الامعاء. البيسانيكول ملوش فعاليه في الجارد، مش بتوصف في الجارد عشان المشاكل بتاعته، ما فيش اي ريكومند ان هو يتوصف في الجارد. ولكن استخدام البيسانيكول يا جماعه في الناس اللي هم بوست اوبريتيف نان اوبستراكتيف جي اي تي اند يورينري تنشن. يعني ايه بوست اوبريتيف؟ يعني بعد العمليه الجراحيه. نان اوبستراكتيف يعني ما فيش اوبستراكشن، ما فيش انسداد في الجي اي تي او انسداد في المجرى بتاع البول، يعني ان انا عندي مشكله في حركه الامعاء بعد العمليات او حركه الجهاز البولي، فبالتالي بزود حركه الجهاز البولي، بزود حركه الامعاء، لان هم نان اوبستراكتيف وهم كانوا بعد العمليه. زي يا جماعه براند اسمه يوروتون، حتى جاي من اسم يورو، جاي من اليورو اليورينري سيستم، وتون يعني بيقويه او بيشغله او بيعمل له تون بيشتغل معاه، تمام يا جماعه. ده البراند يعني من الاسم كده جه شغل البيسانيكول. بيسانيكول طبعا هيعمل دايرين على حركه امعاء ذابت بلارد فيجن، عشان هو بيشتغل باراسمباسموميتيك، وبيبدا ان هو ابدومينال كرامبنج، دي من ضمن الحاجات الدومينال كرامبنج حركه الامعاء الزياده دي. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من اليوم بتاعنا النهارده، وهو اليوم السادس. يوم لذيذ جدا جدا، وزي ما انا وعدتكم قلت لكم الايام اللي جايه كلها هتبقى ايام سهله جدا ومش مضغوطه، فاليوم النهارده مش مضغوط. اتمنى ان اليوم تذاكروه كويس جدا جدا، وان شاء الله نكمل مع بعض في الايام بتاعه الجي اي تي. هتبقى افضل الايام معانا هي ايام الجي اي تي، والداتا اللي فيها جميله جدا جدا ومعلومات مهمه جدا، والريسبيراتوري برده من الحاجات المهمه، يعني الشباتر اللي فيه شباتر حلوه قوي جايه ان شاء الله، ربنا يوفقكم باذن الله. بس ذاكروا انتوا بس، وهنتظر التعليقات بتاعتكم عشان في بعض الحلقات الموضوع النقاط هنوضحها في التعليقات، منتظر التعليقات عشان ابدا اوضح لكم الموضوعات دي. ويا ريت تشيروا الفيديوهات يا جماعه للناس الزملاء بتوعكم، يعني انت كخريج وبتستفاد من الموضوع ده، لو انت عملت شير للحلقه دي لزميلك او عملت ريكومند لزميلك لو انت استفدت منها، فدي انت كده بتنشر حاجه كويسه جدا، لان الحاجات دي كلها فري، ما فيهاش اي حاجه، وفي نفس الوقت انت مش خسرت حاجه لما تعمل شير، وفي نفس الوقت خليت زميلك يستفاد من شرح للداتا دي. اشوفكم على خير ان شاء الله. كان معكم داشن حسن، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.